كان قصر رين نادرا ما يستقبل ضيوفا، والسير توماس متحمس جدا هذا الصباح لوصول اللورد بيكنغهام. لا يبدو أبي على طبيعته اليوم، لاحظت سيسل وهي تنظر من النافذة إلى والدها الذي يتجول بدون هدف في الحديقة. إنه يريد أن يترك انطباعا جيدا عند ميلورد بيكنغهام، أجابتها جينيفر بحنان. أوه، لا أفهم لماذا يهتم كثيرا لرأي هذا الغريب. وكانت جينيفر تتأمل أختها بحسد، لأن كل ما فيها جميل، بشرتها النضرة وقامتها الرشيقة وشعرها الأشقر وعيونها الزرقاء، إنها حقا تبدو كإلهام للشعراء. وكانت جينيفر تعلم بأنها تبدو أمام أختها الشاحبة بشعرها الكستنائي وعيونها الخضراء وأنفها الصغير المنمش. وحتى الآن لم يتقدم أحد للزواج منها، مع أنها أصبحت في 17. بينما رفضت سيسل والتي تكبرها بعام واحد 4 شبان تقدموا لطلب يدها حتى الآن. الدوق بيكنغهام هو رجل له نفوذ، وزيارته لنا تمنحنا شرف كبير، كما وأن لديه واجبات في القصر، وزيارته لنا دليل على اهتمامه تجاه عائلتنا. أتساءل إذا كان الملك حقا مريضا، وإذا مات فليس لابنه غير ولد واحد، وبإمكاننا أن نواجه مرحلة صعبة، تساءلت سيسل. إذا نشبت الحرب من جديد فإن والدنا سيرحل بالتأكيد. لماذا؟ فهو بعد أن أصيب بجروح في تويكسبوري لم يعد قادرا على ركوب الحصان. وكانت هذه المعركة حصلت منذ 12 عاما، ولا تزال الفتاتان تذكران أن والدهما انضم إلى قوات مارغريت والتي حاولت استرجاع التاج لإدوارد ديورك. ولكن الملكة مارغريت سجنت وقتل ولدها، بينما أعيد السير توماس رين على حمالة بعد أن أصيبت رجله اليمنى، فأقسم يمين الولاء للملك إدوارد الرابع، والذي ترك له بالمقابل أملاكه في سروبشير بعيدا عن السياسة، وهو ينتظر الآن بتوتر زيارة أحد كبار المملكة في عام 1483. يقال أن بيكنغهام جميل جدا، أضافت جينيفر. إنه متزوج من أخت الملكة، وحتى لو لم يكن متزوجا فأنا لن أهتم له، أنت تعلمين بأن قلبي مشغول، أجابتها سيسل. هو طريقة سخيفة، فإن والدي لن يسمح لك أبدا بالزواج من بول هافر. كل ذلك لأنه كان يحب والدة بول عندما كان شابا، ولأنها رفضت عروضه يريد الآن أن يمنع زواجي من بول. رفضته لأن والدي لم يكن ثريا كبيرا، والآن هو رجل غني، وبالمقابل تبددت ثروات أنهاذر. إنه من المثير حقا الشعور بالحب، ولكنني حتى الآن لم ألتقي بالرجل الفاتن حقا، أجابت جينيفر بمرارة. ولن يعجب أحد أيضا بسحرك، أجابتها سيسل بقسوة. لست أدري إذا كان سيتقدم أحد لطلب يدي. بإمكانك أن تضعي حجابا على وجهك، أنت أشبه بالراهبات. وكانت جينيفر تملك إيمانا قويا وتذهب دائما إلى الكنيسة، لكنها لم تفكر يوما بقضاء حياتها بين جدران أحد الأديرة. الأفضل أن يقتنع والدي بزواجك من بول، وسأذهب معك وأهتم بعائلتك. ثم لاحظتا اقتراب فرسان لابد أن الدوق بينهم. أحست جينيفر بأن قلبها يدق بسرعة، فهذه الزيارة مع ما تحمله من شرف إلا أنها تثير بعض القلق. أتساءل لماذا رغب ميلورد دي بيكنغهام بزيارتنا؟ أتعتقدين بأن هذا ليس فعلا سيئا؟ لقد قاتل والدي إلى جانب لانكاستر، تساءلت جينيفر بقلق. لقد مرت 12 عاما، ومنذ ذلك الوقت لم يتدخل والدنا بالسياسة. وكانت غرفة الفتاتين تطل على البهو السفلي، وشاهدتا والدهما السير توماس يستقبل رجلين ينزلان من جواديهما. وعندما شاهد الرجلان سيسل تنزل الدرج نظرا إليها بإعجاب، وكان الأصغر بينهما رقيق الملامح والآخر شعره أسود. أقدم
أقدم لكم أحد أصدقائي الأوفياء السير آلان دي كارانسي، قال الدوق، ثم التفت نحو السير توماس وأضاف، لديك فتاتان رائعتان سير توماس والسيدة شور، ستجد صعوبة في الاحتفاظ بأكاليل أمجادها إذا جاءتا إلى القصر. لم يسبق لبناتي أن ذهبنا إلى لندن من قبل، أجابه السير توماس بفخر، هذه خسارة كبيرة للندن طبعا. لم يسبق لجينيفر أن رأت رجلا بمثل هذه الأناقة، إنه يلبس معطفا مذهبا وتلمع الجواهر في أصابعه وعلى صدره، أما رفيقه فلم يكن يضع سوى خاتما واحدا. ستكون زيارتنا قصيرة، فإنهم ينتظروننا في لندن، وجلالة الملك قلق على علاقتنا مع فرنسا، وصحته تثير القلق في المنطقة. نحن آسفون جدا لسماع مثل هذا الخبر السيء، أجابته سيسل بصوتها الناعم، يجب أن تصطحب ابنتيك إلى القصر، إنهما جميلتان جدا، قال اللورد بيكينغهام مبتسما. طلب السير توماس منهما الجلوس إلى المائدة في الحديقة، وكان يوجد عليها أصناف من الطعام الشهي. جلست جينيفر بقرب سيسل وهي تفكر بحزن، إنها متأكدة أنه لم يعرها أي واحد منهما نظرة واحدة، وهذا ما يحصل دائما عندما تكون سيسل بقربها، لأنها تبتسم دائما وتهز رموشها كي تلفت النظر إليها. وبعد أن ملأ السير آلان كارانسي صحنه، أخذ يحدق بجينيفر التي ارتعشت رغما عنها. التقت نظراتها بنظراته، ووجدت أن نظراته خالية من أي مشاعر، فأخفضت نظرها بمرارة وأخذت تصغي للحديث الذي يدور بين الدوق والسير توماس. الجميع يرغبون في أن يستلم العرش صبي، قال الدوق، ثم أضاف، الوود فيل يملكون القدرة ويحافظون عليه، أتعتقد أنه يعجبني واجب الزواج من إحدى فتيات هذه الجماعة الحديثة والناعمة؟ إن نسبك عريق جدا، أجابه السير توماس، كان جدي أصغر أولادي الملك إدوارد الثالث، ولقد مات جدي ووالدي في الدفاع عن لينكاستر، وأنا أيضا أصبت بجروح في هذه الحرب. لقد مات وجرح الكثير من الشجعان في هذه الحروب، وكل هذا أصبح من الماضي، وأنا لا يهمني سوى الحفاظ على العرش، ولكنني أشعر ببعض الكره لهؤلاء الألود فيل، لقد استولوا على أكبر الوظائف في المملكة منذ زواج جلالته، وبعد موته سيتمتعون بنفوذ قوي، ونحن سنتركهم يفعلون، ولكن أيها اللورد لا يجب أن، قال آلان كارانسي بحذر، لكن الدوق يقاطعه فورا، نحن هنا عند أصدقاء، ولقد سمعت في بيرسان أن الملك أوصى لأخيه الدوق كلوسيستر بالحكم إذا مات قبل أن يبلغ ولده سن الرشد، ولكن الملكة ستعترض بالتأكيد، قال السير توماس، والووتفيل أيضا، إنهم يتمنون حصول خلاف بين الملك وأخيه كي يتمكنوا من التصرف، وقد يتمزق ولي العهد بين هذين العاملين، اللورد دي كلوسيستر لن يدع شيئا من هذا يحصل، أجاب آلان دي كالنسي، بإمكانه أن يمنع ذلك إذا أسرع، وسيكون بحاجة لأمثالك سير توماس، ولكنني كبرت ولم أعد قادرا على القتال، إنك ثري ولك نفوذ في هذه المنطقة، وإذا حاول الووتفيل الحصول على السلطة بإمكانك أن تتكلم وتطالب باحترام وصية الملك، سأفعل ذلك بكل سرور، هذه الفتيات صامتات جدا، قال بيكينغهام مبتسما، أنا لا أفهم شيئا في السياسة، أجابت سيسل مبتسمة، وأنت آنسة جينيفر ما رأيك؟ سألها آلان دي كارانسي، إن الملك لم يمت بعد وأنتما الآن تحاولان تقسيم عرشه، أجابته جينيفر بجفاف، جينيفر انهضي الآن فورا، أمرها والدها بقسوة، ثم التفت إلى الدوق وقال، أرجوك اعذر تفاهتها، فالشباب والجهل، إن النساء عادة لسنا أهلا للسياسة، قطعه بيكينغهام وهو يبتسم متسامحا،
نهضت جينيفر وقد احمر وجهها وابتعدت وقلبها يدق بالشدة، وأدركت أن والدها غاضب جدا لأنه يطالبهما دائما بالتصرف بأدب أمام الضيوف. واتجهت نحو كنيسة القصر وهي نادمة لأنها لم تستطع أن تضبط لسانها ولأنها أغضبت والدها، وكانت دائما تلجأ إلى الكنيسة الهادئة عندما تشعر بالقلق. واتجهت نحو قبر سيدة شابة محفور على رخامه جينيفر رين 1300-1346، ولم يكن أحد يعرف كيف ماتت ولا إذا كانت رينا وإذا كانت تزوجت رين. وأغمضت عينيها وأخذت تحدث القبر. أوف، أنا من جديد في مشكلة، لقد قلت ما أفكر به للدوق بكينغهام، ويبدو أنه لا يجب أن أكون صريحة مع أحد اللوردات لوردات المملكة. أنت صغيرة كي تكوني بمثل هذه الوقاحة، أجابها صوت من خلفها، وكان السير آلين كالينكسي قد دخل دون أن تنتبه له فانتفضت والتفتت إليه غاضبة. سير، أنا لا أتكلم معك. إذا مع من تتكلمين؟ مع إحدى الأسلاف التي تحمل نفس اسمي، ولا أحد يعلم عنها شيئا غير تاريخ ولادتها وتاريخ وفاتها. ولكن الأفضل أن تتكلمي مع الأحياء وليس مع الأموات. هذا أفضل من أن أطرد عن المائدة. إن أختك أكثر تعقلا منك، ألم تتزوج حتى الآن؟ نحن لم نبلغ بعد 20 سنة، ووالدنا لا يرغب في إرغامنا على الزواج ضد إرادتنا. ولكن هل اللورد بيكينغهام غاضب جدا من ملاحظتي؟ إنه واثق من آرائه ولن تهمه ملاحظة من فتاة بسيطة، أما أنا فأعتبر هذا دليلا على إحساس نبيل. فقد تتحسن حقا صحة الملك، ومع ذلك فإن بيكينغهام محق، لأنه إذا اعتلى الأمير إدوارد العرش قبل البلوغ سيبحث رجال طامعون للإمساك بالسلطة. ولكن لماذا الوودفيل هم كريهون لهذه الدرجة؟ لأن الأمير إدوارد بإمكانه أن يختار أي أميرة أوروبية، ولكنه فضل أرملة فارش من اللوكاستر، ولديها ولدان وأهل فقراء، وكل عائلات النبلاء اضطروا للقبول. ويستمينستر ليس إلا مأوى لهؤلاء الوودفيل. الآن أنت الذي ينقصه الانضباط. لا أبدا، ولكن الخبرة علمتني أن النساء لسن قادرات على تذكر كل ما يقال لهن جيدا. الأفضل لك سيد أن تتزوج، وبإمكانك أن تتكلم بإطمئنان أكثر. لقد مر على ذلك 10 سنوات، أنا أعيش الآن أرمل. أوه، لا تقلقي، لقد وسيت نفسي منذ مدة طويلة. لقد تزوجتها بناء على رغبة والدي، وكان عمري 20 سنة، وكان عمر إيزابيل 16 عاما، وعشنا معا 7 سنوات بسعادة قبل موتها بالسعال الخبيث. هذا يعني أنك تقريبا في 40 من عمرك، ولكنني لا أزال قادرا على ركوب الخيل وعلى الرقص. أوه، لم أقصد، ولكنني لا أعرف ماذا يشعر المرء عندما يكون في 40. لقد جئت لأقول لك إلى اللقاء، لأننا سنتابع رحلتنا فورا بعد أن تحققتما من ميول الملاكين. أعترف الآن بأن ليست كل النساء عديمات الذكاء. طبعا، هل تعتقد أنت؟ إنك تعتقد أن عقل المرأة لا يتساوى مع عقل الرجل؟ طبعا، لأن المرأة تترك عواطفها تتغلب على عقلها، بينما الرجل لا يرتكب مثل هذا الخطأ حتى عندما يقع في الحب. الحب ليس سوى جنون عابر، ولقد عرفته عدة مرات، لكنني أبدا لم أفقد عقلي. إن بقاءك أرمل طيلة 10 أعوام لا يدهشني، فلن تقبل أي امرأة أن تتزوج برجل لن يقدم لها الحب. أوه، لدي كل ما هو ضروري لإرضاء زوجة، أملاكي واسعة وأنا غني أبا عن جد، ولكنني أخمد طموحاتي كي يبقى وضعي ثابتا وكي لا أصبح تحت تهديد أصحاب السلطة في المملكة. هل هذا كل ما يمكنك أن تقدمه؟ الزواج يعني أشياء أخرى أيضا.
أجابته بسخرية: بإمكاني أيضا أن أفتن امرأة. وبسرعة أمسكها من كتفيها وجذبها نحوه بعنف، وأطبق بشفتيه على شفتيها بشكل أخنق كل اعتراضاتها. هذه هي المرة الأولى التي يقبلها رجل، فقاومته للحظات، وبسرعة بدأت ترتعش لهذه اللذة التي لم تعرفها من قبل. أرأيتي؟ وتركها وهو ينظر إليها، لكنها دون تفكير رفعت يدها وصفعته بكل ما أوتيت من قوة، فدمعت عيونه بغضب كبير، لكنه تراجع خطوة للوراء. إذا تجرأت مرة ثانية على مثل هذا، أقسم لك بأنك ستندم كثيرا. لا يجب أن تطلقي مثل هذا التحدي، أجابها بسخرية، ثم اتجه نحو باب الكنيسة والتفت إليها وأضاف: إلى اللقاء آنسة رين، أتمنى أن أكون فتحت لك أفاقا جديدة. أفضل أن أقتلك بيدي بسيف والدي وأن أدوس عليك. لم يسبق لها أن شعرت بمثل هذه الإهانة في حياتها، ولكنها وجدت لذة غريبة بين ذراعيه. جينيفر، والدي يريدك أن تعودي لغرفتك وتبقي فيها لأنك تستحقين العقاب، ولكن السير آلين كالينسي دافع عنك. إنه رائع، ولو لم أكن أحب بول لوقعت في غرامه فورا، قالت لها سيسل التي تبعتها إلى الكنيسة. إنه أكثر الرجال فظاعة. لماذا؟ إنه من نبلاء إنجلترا. تقصدين الدوق بكينغهام؟ أوه عفوا يا إلهي، إن السير آلين كالينسي حزين وصامت، أجابتها سيسل وهي تضحك، ثم أضافت: إن له أملاكا في الشمال وهو أرمل، ويقال بأنه لا يحب النساء بالرغم من عشيقاته الكثيرات، وهذا ما قاله عنه الدوق. إن مغامرات السير آلين كالينسي لا تهمني أبدا. لقد رحلا، هيا تعالي معي. لا، سأبقى هنا قليلا. خرجت سيسل وظلت جينيفر وحدها تفكر أمام ذلك القبر، وهي متأكدة من شيء واحد، إنها لا ترغب أبدا برؤية آلين كالينسي أبدا بعد اليوم. بينما كانت جينيفر تتنزه في الحديقة، نادتها إحدى الخدم وقالت لها بأن والدها ينتظرها في الصالون الصيفي. فتساءلت بقلق: ماذا يريد منها؟ أيريد أن يؤنبها على تصرفها أمس؟ فاتجهت نحو الغرفة الصيفية التي كان والدها قد جهزها لوالدتها عندما كانت مريضة. وبعد موت زوجته لم يدخلها السير توماس إلا نادرا، خاصة عندما يريد أن يتكلم مع ابنتيه بأمر هام. كان والدها يجلس على كرسي وبقربه سيسل. إذا أردت أن تكلمني بموضوع الأمس فأنا لست... اجلسي يا ابنتي واسمعي أولا ماذا سأقول. فجلست ولاحظت بأن والدها ليس غاضبا، ويبدو أن لديه شيء مهم. لقد وصلتني رسالة هذا الصباح، ولقد أعلمت أختك بمضمونها، لكنها تعنيك أنت بصورة خاصة. آه، ونظرت إلى أختها متسائلة. طلب السير آلين كالينسي يدك للزواج، أجابتها سيسل. أنا متفاجئ أكثر منك يا ابنتي، خاصة بعد تصرفك أمس أمامه، لكنه يرغب بالزواج بابنتي الصغرى جينيفر، وإنه ليس مهتما بثروتك. ولكنني لا أريد الزواج منه، لابد أن هناك خطأ أو أنها مجرد مزحة، أجابته جينيفر بذهول وخوف. لا، ليست مزحة، لقد قطع رسوله ليلته في السفر كي يحمل لك خاتم الخطوبة، وكتب السير آلين بأن أعماله في القصر تمنعه من حضور عقد القران، ورجاني أن أقبل بأن يمثله وكيله، وسيرافقك هذا الوكيل إلى بيت السير آلين حيث سينضم إليك زوجك في نهاية الشهر. لا لا، أنا أرفض، وأنا آسفة لأنني سأعارضك يا أبي. يا عزيزتي، رفضك لن يفيد، وأنا يحق لي أن أزوجك من الرجل الذي أختاره بنفسي. لا، لن يمكنك ذلك، لا يمكنك أن ترغمني على قول كلمة نعم. لماذا أنت وأختك تستغلان ضعفي؟
فهي تريد الزواج من رجل لا مستقبل أمامه، وأنت الآن ترفضين الزواج الذي يرغب به الدوق بكينغهام نفسه. نعم، لقد كتب بنفسه بعض السطور في نهاية هذه الرسالة، وقال أن هذا الزواج سيوطد الصداقة مع عائلتنا. هو رجل قوي، إنه رجل قوي يا ابنتي، وإذا تزوجت صديق الدوق سيدعمك دائما. إن لسانك طويل يا ابنتي، ولكن السير آلان لم يرغب بالزواج منك فقط لإرضاء الدوق، لا، لكن من أجلي. وعضت على شفتها، إنها لا تستطيع أن تروي لوالدها ما جرى بينها وبينه في الكنيسة، لأنني أبديت رأيي أمامه بدون تفكير. يا ابنتي، إذا تكلمت كل النساء بدون تفكير فإنهن سيجدن أزواجا لهن، ولن يكون هناك راهبات في الأديرة، ولكنني لست جميلة لأثير إعجابه. الجمال ليس صفة دائمة، وأنت فتاة ذكية وشابة، ومع ذلك لا يحب الرجال النساء اللواتي يتكلمن بصراحة. إذن اكتب له وأعلمه برفضي، ولكن سيغضب الدوق بكينغهام. هل أنت مجنونة؟ ولكن يا أختي، يبدو لي أن السير آلان هو رجل مميز. قالت سيسل، ولديه أملاك في الشمال، وسيصطحبك معه إلى القصر الملكي بالتأكيد. إذن ليس أمامك إلا أن تتزوجيه أنت، أجابتها جينيفر غاضبة. يبدو هذا حلا مناسبا، أجاب والدهما بعد تفكير، ثم أضاف، وهو يريد أن يتزوج ابنتي الصغيرة، ومع ذلك ستعجبينه أنت. أنت تتكلم جديا يا والدي، أجابته سيسل، ثم بدأت تبكي. يجب أن توافق واحدة منكما، وأتمنى أن توافق جينيفر، وإلا ستتزوج سيسل من السير آلان. لا، مستحيل، وإذا أجبرتني سأنتحر، أجابته سيسل وهي تبكي بمرارة، ثم أضافت، لن أتزوج إلا من الرجل الذي أحبه. يا إلهي، صرخ السير توماس وضرب بيده على الطاولة وقال، يجب أن تتزوجه إحداكما، فكرا بالأمر معا، ثم خرج من الغرفة غاضبا. أفضل الموت إذا لم أتزوج من الرجل الذي أحبه. لا تملك الفتاة في أيامنا حق اختيار زوجها، ولكنك أنت لست عاشقة، ولا يهم من سيكون زوجك، وإذا رفضت سيرغمني والدي على القبول، ونحن لا يمكننا أن نبقى عازبتين طوال حياتنا. وبالمقابل إذا قبلت أنت سيرضى والدي ويقبل زواجي من بول. يجب أن أفكر قليلا، سأطلب نصيحة الكاهن أولا. وهكذا اتجهت جينيفر نحو الكنيسة، وفي الطريق التقت برجل لا تعرفه. انحنى الرجل باحترام أمامها، هل أنت رسول السير آلين كالنسي؟ نعم آنسة، أنا رالف هاليواي، وأنا في خدمة السير آلين منذ 6 أعوام، وأرافقه كثيرا عندما يذهب إلى. وهل هو سيد جيد؟ نعم يا آنسة، إنه أفضل الرجال. إذن أنت تعرف بأنه طلب يدي للزواج؟ هو والدوق بكينغهام تكلما عن ذلك في طريقهما إلى لندن، وطلب الدوق بكينغهام إذنا وإعلانا خاصا لهذا الزواج، ثم تلقيت الأمر بالعودة إلى هنا. أرادت أن تطرح عليه المزيد من الأسئلة، ولكن هذا لا يبدو لائقا أمام أحد الخدم، فتابعت طريقها نحو الكنيسة. إنها لن تسامح السير آلان أبدا لأنه أهانها بهذا الشكل، ومع ذلك لن تنسى الرعشة التي اعترتها عندما قبلها وضمها بين ذراعيه، وها هو الآن يريد أن يجعلها زوجته. وتذكرت نظرة النصر في عينيه وتحذيره لها أن تسحب قبل رحيلها. وكثيرات غيرها يأملن بمثل هذا الزواج، وإذا رفضت هي ستكون أختها المسكينة مضطرة للسفر إلى يوركشاير. فشعرت جينيفر بالحزن لأجل أختها بالرغم من كرهها للسير آلان، والزواج منه سيكون أهون من البقاء في المنزل ومواجهة غضب والدها الدائم. لقد قررت قبول الزواج من السير آلان. عندئذ تحول يأس سيسل إلى فرحة كبيرة. جينيفر، إنك أفضل إنسانة في الوجود.
وتعلقت بعنق أختها تقبلها وأضافت: سأكون ممتنة لك إلى الأبد، وكذلك بول عندما سأخبره بأنك قبلت هذه التضحية من أجلنا. لقد منعك والدي من لقائه، هناك عدة وسائل، وقد تتلقين في ويستمينستر بشباب يعلمونك هذه الوسائل، أجابتها سيسل مبتسمة. أنسيتي بأنني سأكون متزوجة؟ أوف، سيكون حبا بلا أمل، ولكن بعض الشبان يحبون الفتاة تحت النوافذ ولا ينتظرون سوى ابتسامة أو إشارة. لست أنا من هذا النوع الذي يحب الابتسام، خاصة عندما أصبح زوجة رجل محترم. ثم ذهبت لمقابلة والدها، وكان في الأسفل يعاين حصانا اشتراه مؤخرا. قررت أن أقوم بواجبي وسأتزوج سير آلين كانينسي، فسيسل المسكينة سيتحطم قلبها إذا رحلت إلى يوركشاير بدلا مني. إنها غبية، تريد الزواج من رجل لا يملك طموحا، وهو سيبدد الثروة الصغيرة التي تركتها والدته، وهي ستتعقل وستشكرني يوما لأنني منعت زواجها من بول، وأنت أيضا ستشكرينني على كل ما سيوفره لك هذا الزواج. لقد جاء الألكالانسي إلى إنجلترا مع غوليوم الفاتح، وأنا أجد السير آلين رجلا مناسبا جدا. لن يحضر زوجي عقد القران، لديه واجبات في البلاط وصحة الملك متدهورة، لذلك سيبقى بقرب الدوق بكينغهام، وسيدعم صفوف الذين سيواجهون الألوود فيل. يا ابنتي، أنت هنا تتكلمين بحرية، ولكن عندما تزورين البلاط سيكون من الأفضل لك أن تحفظي لسانك. حسنا يا والدي، أنت فتاة جميلة، ابتسمي يا ابنتي، سيتم الزواج بعد غد في الكنيسة. بعد قليل التقت بسيسل تحت أشجار التفاح. هل أعجب والدي بقرارك؟ نعم، أجابتها جينيفر وهي تنظر بتهكم إلى الشاب الأشقر الذي يقف قرب أختها. أنا وسيسل ممتنان لك لهذه التضحية الكبيرة، إذا رأك والدي هنا سيكون غضبه كبيرا، أجابته بحزم. أنا أفضل أن أزور سيسل علنا، لكن والدك منعني من ذلك، ولهذا السبب أراها في السر، وأنا لن أتزوج من امرأة غيرها. ونظر إلى سيسل بحنان، فشعرت جينيفر بانقباض قلبها، فهل ستجد رجلا ينظر إليها بمثل هذه النظرات؟ لا تتأخري سيسل، لقد حان موعد الغداء، وأنت تعلمين بأن والدي لا يحب الانتظار، قالت لها جينيفر مبتسمة. دقائق قليلة فقط، أجابتها متوسلة. صعدت جينيفر إلى غرفتها وتمنت لو كانت رجلا، لأن الشباب بإمكانهم دائما اختيار الزوجة التي يريدونها. ولما اضطرت للزواج من السير آلان الذي قبلها رغما عنها في الكنيسة، عرفت أن المرأة لا خيار لها إلا أن تقبل. غدا ستنقل كل ملابسها على ظهور الخيل، وستوضع كل كتبها وتطريزاتها معها إلى يوركشاير، وتمنت لو أنها تستطيع أن تصطحب معها المربية مولي، لكن رال هوليواي أعلمها بأن منزل السير الآن مليء بالخدم وبالنساء اللواتي سيكن تحت خدمتها. وكانت الفتيات كالعادة يحضرن ثوب الزفاف قبل موعده، وجينيفر كانت قد اختارت ثوبها من الساتان الأبيض ولم تكن تتخيل أن ترتديه يوما ما. سأخطف لك باقة من البنفسج، قالت لها سيسل بإشراق، ثم قالت: لقد وصل الكاهن والجميع بانتظارك، ويصر والدي على أن تأخذي خاتم والدتك، فقد طلبت منه إهداءه للتي تتزوج أولا. تأملت جينيفر وجهها في المرآة بحزن وهي تفكر بهذا الزواج السريع. هل أنت جاهزة يا ابنتي؟ الجميع ينتظرون في الكنيسة. تناولت جينيفر باقة الزهور وشعرت كأن هذا الاحتفال البسيط لا يعنيها، ثم قبلتها سيسل مشجعة: لن تندمي أبدا على طاعتك لي يا ابنتي، ولقد زدت هديتي لك 200 ليرة ذهبية أيضا، وسيرافقك مع السيد رالف 6 رجال لحمايتك من اللصوص أثناء الطريق. فمدت يدها نحو والدها وهي تقول لنفسها:
لأنها إذا وقعت بين أيدي اللصوص فستكون فرصة لها كي لا ترى السير آلان مرة ثانية. كانت الأيام الأربعة التي قضتها على الطريق متعبة جدا، لكن لم يصادفهم أي مشاكل. وكانت جينيفر تتأمل الطرقات الوعرة والمناظر الريفية بهدوء، وتسير خلفها البغال المحملة بأمتعة جينيفر. والتقوا في الطريق بعدد من رجال الدين وببعض الفلاحين، وكانوا يقضون الليل في أحد الفنادق الموجودة في البلدات التي على طريقهم. وكان رالف هاليواي لطيفا معها ويثرثر كثيرا. لقد اقتربنا من حصن كالانسي، قال لها رالف. هذا اسم مقاطعة السير آلان. نعم يا مدام، ولكن هذا لا يشبه قصر والدك كثيرا، والناس هنا يربون الغنم وقلما يزرعون القمح، وأنا أخشى أن لا يكون الخدم قد تمكنوا من تحضير البيت لاستقبال سيدتهم الجديدة. هل أنت متزوج يا سيد رالف؟ أنا أرمل ولا أرغب بالزواج بعد وفاة آن. ها قد وصلنا، إن المنزل خلف تلك التلال. فرسان، أوقف الجياد عندما اقترب منهم عشرة رجال على جيادهم ورفعوا قبعاتهم محيين. إنه اللورد غلوسيستر شقيق الملك، وهو يقوم بالصيد. مدام، ماي لورد، هذه سيدتي جينيفر كالانسي، زوجة السير آلان الجديدة. أنت السيد هاليواي، أليس كذلك؟ سأله الدوق، ثم التفت إلى جينيفر وأضاف: لم أكن أعلم أن السير آلان سيتزوج مرة ثانية، كنت أعتقد أنه ذهب إلى البلاط مع اللورد بكينغهام. لقد مر علينا في طريقهم، أجابته جينيفر باحترام. إنه قصر الريف. أوه، إذا أنت ابنة السير توماس رين، لقد كان مشتركا في حرب تويك بروي. نعم، ولقد أصيب بجروح، أجابته وهي تأمل أنه لا يعلم بأن والدها قاتل إلى صفوف لانكستر. أعتقد أن زوجك سيعود قريبا. أهلا وسهلا بك في يوركشاير ليدي جينيفر، وأتمنى أن تزورين مع زوجك في ميدلهان. ثم انحنى وأعاد قبعته إلى رأسه وابتعد. إنه رجل عظيم، وهو يسكن في ميدلهان مع زوجته ليدي آن وابنهما. الولد المسكين مريض جدا، وكذلك صحة ليدي آن ليست على ما يرام. وبعد أن قطعا التلال قال لها رالف: عندما وصل غوليوم الفاتح إلى هذه المنطقة نزل الأل كالانسي هنا، ولكنني لا أرى أن هذا القصر جميلا، ومع ذلك فهو مريح جدا. ولاحظت جينيفر أن هذا القصر يبدو كئيبا وتحيط به الأعشاب اليابسة. أجان، أجان، لقد وصلت السيدة الجديدة، صرخ رالف وهو يساعد جينيفر على النزول إلى الأرض. فأسرعت منهما سيدة ويبدو عليها الارتباك. سيكون كل شيء جاهزا هذا المساء. أهلا وسهلا بك سيدتي، ولكن الوقت داهمنا ولم نستطع أن نحضر غير اللحم المملح لاستقبالك، كما وأننا لم نتمكن من تهوئة الفراش. تفضلي معي إلى غرفتك سيدتي. أفضل أن أستحم أولا. ستحضر لك ماري الماء الساخن. بالمناسبة أنا أجان مربية السير آلان. صعدت جينيفر إلى غرفتها ووجدت أن البيت في فوضى كبيرة. قد يكون هذا هو السبب الذي يجعل السير آلان قلما يتردد على منزله. لقد وضعت لك أكياس الماء الساخن في السرير منذ الصباح كي لا تشعرين بالبرد. فالسير آلان ليس لديه أي فكرة عما تحتاجه السيدة، يجب أن تسامحيه. لقد مضى عشرة سنوات على وفاة الليدي إيزابيل. أتعرفين زوجة آلان الأولى؟ نعم، كانت جميلة جدا، وكان سيدي يحبها كثيرا، وعندما توفيت أصبح كالمجنون، ولم نتصور بأنه سيتزوج مرة ثانية. ولكنني أرى الآن أنه اختار فتاة جميلة أيضا وبصحة ممتازة هذه المرة. أين أصبح الماء الساخن؟ سألتها ببرودة. ستحضره ماري، وسينقل أحد الخدم حقائبك فورا إلى غرفتك. أين تريدين أن تتناولي عشاءك يا سيدتي؟ أريد أن أتناوله مع الجميع في الأسفل، أجابتها جينيفر بحزم.
بعد أن استحمت وبدلت ثيابها نزلت إلى البهو وجلست تتأمل المكان، والخدم يقفون وينظرون إليها بدهشة. أتريدين أن تتلي الصلاة بنفسك يا سيدتي؟ نعم. ونهضت وضمت يديها وأخفضت رأسها فلمحت خاتمها يلمع في يدها. حتى الآن لم يكتمل زواجها، ومع ذلك بدأت حياتها الجديدة تحت هذا السقف العتيق. وبعد تناول العشاء نهضت جينيفر وقالت بلهجة حازمة: أنا متعبة جدا من طول السفر، وغدا صباحا سأقوم بجولة على كامل المنزل. شكرا أجان، لست بحاجة لك الآن، تصبحون جميعا على خير. وعندما وصلت إلى أعلى السلم سمعت أجان تتكلم بصوت لم تحاول أن تجعله منخفضا: يبدو أنها بصحة جيدة، ولكنها ليست جميلة جدا، ولا أفهم لماذا رغب سيدي بالزواج منها بالرغم من أنها لن تمنحه زيادة كبيرة في ثروته. فقالت جينيفر لنفسها: لقد تزوجني تلبية لرغبة الدوق، ولأنه يريد أن يلقن الفتاة التي صفعته على وجهه درسا. برغم نار المدفأة شعرت بأن غرفتها باردة، وهي التي اعتادت دائما على النوم مع سيسل في غرفة واحدة. فبدلت ملابسها ووقفت أمام النافذة للحظات، ثم رمت نفسها على السرير بتوتر شديد. وفي الصباح تناولت فطورها في غرفتها وشعرت بتحسن مزاجها، ونزلت إلى البهو بهدوء. فوجدت الرماد لا يزال في المدفأة، وبقايا العشاء لا تزال على الطاولة. صباح الخير سيدتي، قالت لها أجان وهي تمسح يديها بمريولها. أريد أن أزور القصر وسأبدأ بالمطبخ، ولكننا لم نكن نتوقع. حسنا، في هذه الحالة لن ألومك، ولكنني أريد أن أرى كل شيء. وأرادت أن تثبت وجودها كربة لهذا القصر وتكسب احترام الخدم. وتبعت أجان برأس مرفوع، وأمام الفوضى التي وجدتها أدركت أن الخدم يستغلون غياب سيدهم ويتمتعون بحرية كبيرة. وكانت كل أواني المطبخ والرفوف متسخة ومليئة بالغبار، وكانت الفئران تسرح بحرية كبيرة. يجب أن يصبح كل شيء نظيفا ومرتبا، قالت بلهجة آمرة. يجب أن يذهب رالف إلى أقرب مدينة ويشتري بعض الحاجيات الضرورية، ولكن رالف هو وكيل الأعمال، ولا أعتقد أنه سيفعل ما أمره به. سأعد له لائحة المشتريات، وأريد أن تغسل الجدران من الأعلى إلى الأسفل، وأن تغسل الأرض بالمياه الساخنة، وأن تصبح كل النحاسيات والفضيات لماعة قبل عودة السير من لندن، وأن يكون هناك الكثير من الخبز الأبيض، وأن توضع في كل الزوايا أفخاخا للفئران. حسنا سيدتي. وفجأة تغيرت لهجة المربية، وكأن نفوذ السيدة الجديدة لا يعجبها. أما رالف فلم يتحمس واعترض، لأنه هو المسؤول أمام سيده عن كل النفقات. ولكن سيدي لا يأتي إلى البيت إلا نادرا، وأنا أرافقه في أكثر رحلاته. هذا ممكن، ولكنني أنا سأعيش هنا، وأنا لا أتحمل العيش في منزل يعج بالأوساخ وبالفوضى. فاذهب لشراء ما أطلبه منك، وعندما تعود تعال وقدم لي الفاتورة. مضت الأيام التالية ولم تعرف جينيفر الراحة، وكانت تتجول بين الخدم تراقب عملهم، إلى أن أصبح كل البيت مرتبا ونظيفا، ولم يعد هناك أثر للفئران، كما أصبح الإسطبل مرتبا والحديقة نظيفة تماما. ولم يكن يبدو من قبل أن السير آلان يهتم كثيرا بمنزله، ولم يكن شيء فيه يذكر بوجود سيدة له. وأخبرتها ماري بلغتها الإنجليزية المعثرة بأن إيزابيل زوجة آلان الأولى دفنت في بلدتها الأم، وبأن السير آلان لم يزر قبرها أبدا. بعد موتها أصيب بحالة من الجنون وأحرق ملابسها وقتل جوادها وأمضى عاما كاملا بالشرب ليلا نهارا. لم يكن أحد يتصور بأنه سيتزوج مرة ثانية، لأنه آخر فرد في عائلته، وإلا ستصبح كل الأملاك من بعده لقريب له يعيش في إيرلندا، ولم تطأ قدماه أرض يوركشاير من قبل. فقال
قالت جينيفا لنفسها: يا له من مخادع، يقول بأنه لا يعترف بالحب، وهو الذي كاد يفقد عقله بعد وفاة زوجته. ولشدة حبه لها أصيب باليأس وكسر كل النوافذ، وأمضى أياما طويلة في الصلاة كي يموت ويتوقف عن التفكير بها، الذي يعذبه كثيرا. هذه مبالغة جدا في البكاء على شخص غالي، أجابتها جينيفر بجفاف: يجب أن تسامحيه، إنه غني جدا، ولكنه يمضي أكثر أيامه مسافرا، وعندما يعود يكون وجهه حزينا وقلما يبتسم. بعد أن خرجت ماري أقفلت الباب وراءها، فتنهدت جينيفر وأحست بالوحدة القاتلة. قد يكون السير آلان شعر بالإهانة عندما صفعته في الكنيسة، ولكن عقابه كان كبيرا بإرسالها إلى هذا المكان المعزول. فتلألأت عيونها بالدموع عندما تذكرت قصر والدها، ودفعت الكرسي بغضب، وفجأة لاحظت جارورا في أعلى الطاولة لم يكن ظاهرا من قبل، ففتحته ووجدت فيه ثلاثة رسائل مربوطة بشريط أزرق، فشعرت بالفضول ورغما عنها فتحت الرسائل. حبيبي، تعال لرؤية هذا المساء في الساعة السادسة عندما يكون قد ذهب لمقابلة ماستر فارارد. التوقيع. يبدو أنها رسالة من إيزابيل لزوجها: عزيزي، لقد كنت معك أمس وسأكون معك غدا أيضا. حبيبي، سيكون غدا عند الدوق كلوسيستر، وبإمكاننا أن نلتقي إذا لم يمنعني المطر. آهن، يا إلهي، إنها رسائل من إيزابيل لعشيق لها، ولكن كيف وصلت إلى هنا؟ فحملت جينيفر الرسائل وخبأتها في غرفتها بين طيات الملابس في أحد الصناديق، وأخذت تبكي بصمت. يجب أن لا يعلم أحد بهذه الرسائل التي توضح خيانة إيزابيل لزوجها. وازداد بكاؤها مع أنها لم تكن تعلم على من تسكب هذه الدموع. انتهى شهر آيار وحل شهر حزيران، ولكن السير آلين لم يرجع بعد، ولم تكن جينيفر متحمسة للقائه، ولكنها رغم ذلك كانت تشعر بالحرمان والإهانة. على كل حال، أصبح القصر جاهزا لاستقبال صاحبه، وأصبحت النوافذ مغلقة بالزجاج رغم اعتراضات رالف هاليواي، وأخذت رائحة الطعام الشهي تنبعث من المطبخ أثناء مواعيد الطعام، كما وأن المنزل أصبح كله نظيفا ومرتبا. واعتاد الخدم على طاعة جينيفر باحترام، مع أنها كانت تلاحظ تساؤلهم عن السبب الذي يمنع سيدهم من الانضمام إلى زوجته. وكانت جينيفر بعد أن تطمئن على عمل الخدم تقوم برزهة على الحصان برفقة أحد الخدم، وكانت قد بدأت تحب هذه السهول وهذه التلال، وتجد فيها هدوءا وسكينة، وكانت أحيانا تحمل معها بعض الطعام. وذات يوم وبينما هي تتناول آخر لقمة، لاحظت عن بعد فرسانا يتقدمون نحوها، فنهضت بسرعة وأخذت تزيل ما وقع على ثوبها من فتات الخبز. نزل الدوق عن الحصان وانحنى باحترام أمامها: الليدي كالانسي، أليس كذلك؟ نعم ماي لورد. أنت بعيدة جدا عن منزلك، لا يجب أن يدعك زوجك تبتعدين هكذا مع خادم واحد. لم يعد السير آلان بعد إلى قصره يا سيدي. لاحظت جينيفر أن كتفه الأيمن أعلى من كتفه الأيسر. أتعنين بأنه لم يأتي ولم يقدم ولاءه بعد لزوجة بمثل هذا الجمال؟ إن زواجنا زواج مجاملات وتلاؤم ماي لورد. أنا آسف، ولكنني تزوجت آن بعد أن وقعت في غرامها، ولقد اتفقنا على أن نسمح لابننا أن يتزوج من الفتاة التي تعجبه شخصياً. أتمنى أن تدوم سعادتكم إلى الأبد، ولكني أنا لست سوى الزوجة الثانية للسير آلان. إن الرجل قادر على الحب أكثر من مرة، وأنا نفسي أحببت امرأة قبل آن وأنجبت لي ولدان، ولكن حبي لها توقف عندما رأيت آن. وقد حصل هذا أيضا للسير آلان، خاصة وأنك جميلة ووجهك ينبض بالحياة. أشكرك كثيرا ماي لورد،
واحمر وجهها خجلا. يا إلهي، يجب أن تسمعي هذا الإطراء من فم زوجك. سأرسل إلى لندن وأطلب منه أن يأتي فورا للقائك. أو ماي لورد، لا أرجوك، فقد يعتقد أنني أجبره على المجيء، وقد لا أحظى بحبه أبدا. كما تشائين، ولكن إذا احتجت لأي شيء لا تترددي، اطلبيني فورا. ثم ودعها وانضم إلى بقية الفرسان الذين ينتظرونه على بعد خطوات قليلة. عندما عادت إلى القصر استقبلتها أجان بحماس. لقد أرسل سيدنا رسالة وهو في الطريق منذ عدة أيام، ولقد خرج رالف للقائه وسيصل بعد ساعة تقريبا. أيوجد لدينا خبز طازج؟ نعم، خبز ولحم ودجاج. حسنا، أعدي الشوربة والكريمة بالفطر، وقولي لجون أن يحضر الخمر من القبو، ريثما أبدل ملابسي. أسرعت جينيفر إلى غرفتها ولم تدري إذا كانت حقا بشوق لرؤية زوجها، ولكنها متأكدة من أنها لا تريد أن تبقى وحيدة. وبعد أن اغتسلت وسرحت شعرها وقبل أن ترتدي ثوبها، سمعت ضجيجا وترحيبا في الخارج. يا إلهي، لقد وصل. ولم تكن قد انتهت من تحضير نفسها، وبسرعة سمعت خطوات على الدرج، وفتح باب غرفتها فجأة، وظهر السير آلان أمام الباب وقد خلع معطفه وقبعته، لكن أثار الغبار تملأ ثيابه. هي لك من زوجة فاتنة تنتظر أن ترضي زوجها وسيدها. إنني أبدل ملابسي، همست جينيفر وهي تخبئ جسدها بثوبها، ثم أضافت: إن وصولك فاجأني، و هل كان يجب علي أن أرسل رسالة أعلمك بها بأنني أريد العودة إلى بيتي؟ سألها بسخرية وهو يجلس: سيكون طعامك جاهزا بعد قليل، وعندما أرتدي ثوبي سأنضم إليك في الصالون، و أنا لست جائعا، وأنت جميلة هكذا وتناسبين ما أرغب بالقيام به. يبدو أنك شربت كثيرا يا سيد، ولكن وجبة الطعام ستفيدك كثيرا فيما بعد، أما الآن فأنا أرغب بشيء آخر، وهكذا وافقت أن تكوني زوجتي. لقد وافق والدي كي لا يغضب الدوق بكينغهام، وكذلك فعلت أنت عندما طلبتني للزواج. أوه لا، ليس كما تعتقدين. لا، إنك تريد وريثا وأنت في الأربعين، لقد حان الوقت لكي تنجب أطفالا. إذن يجب أن نسرع قبل أن تفاجئني الشيخوخة. وخلع حذاءه ورماه في الطرف الآخر من الغرفة. عندما ستقوم بجولة على القصر سيعجبك كثيرا، لقد جعلت الخدم ينظفون المطابخ، و أنا لم أتزوجك من أجل ذلك. واقترب منها وعيونه تشرق بوميض غريب. سيد، ليس مناسبا أن أنت زوجتي أمام الله وأمام الكنيسة، فلماذا يجب أن أتخلى عن حقوقي؟ قاطعها وسحب الفستان الذي تمسكه وتغطي به جسدها. لا، حاولت أن تقاومه لكن شفاهه خنقت كل صراخها، فلماذا تقاومه؟ لقد قبلت الزواج منه فاستسلمت لقبولته، وشعرت بأن جسدها يرتجف من السعادة، فأغمضت عينيها وعانقته. فإذا مدام، لقد أصبحت فجأة صامتة. وابتعد عنها وهو يبتسم بسخرية مما جعلها تغضب. وهل لدي خيار آخر؟ ولكن كيف تجرؤ على إجباري بهذه الطريقة؟ أنا أقوم بواجبي كزوج فقط، فهذا ليس بجريمة، أجاب بسخرية. ولكن الأفضل أن تعاملني كما يجب أن تعامل أي سيدة. سيدة، ولكنك فتاة لا تعرف كيف تسيطر على لسانها، ولا أن تكون مستعدة عندما يعود زوجها إلى المنزل. أنا أعرف فلاحات كثيرات يعرفن كيف يتصرفن مع أزواجهن. ولقد جعلت منهن عشيقات لك بدون شك. نعم حقيقة، وكلهن لطيفات، ولكنك تزوجتني أنا كي ترضي سيدك وتحصل على وريث لك، وأنت قبلت الزواج بي كي لا تبقي عانسة طيلة حياتك. والدي هو الذي أجبرني، وأنا لا أحبك،
وإذا أردت أن تعاملني كإحدى عشيقاتك فأنت ستجد أمامك لوحا من الثلج. خرج آلان غاضبا، وظلت جينيفر وحدها حزينة تبكي وتبكي لأنه يعاملها بشكل بغيض. يجب أن تكسب حبه وحنانه. وأثناء تناول العشاء التفت السير آلان نحوها وقال لها: لقد أخبرني رالف بأنك أحدثت بعض التغييرات هنا. أنا معتادة على وجود الزجاج على النوافذ وعلى النظافة. إن المنزل كان حقا بحاجة لسيدة تديره، أجابت آجان بطريقة مفاجئة. يبدو أنه أصبح لديك حلفاء يساندونك هنا. هناك غير السيدة آجان، الدوق كلوسيستر لقد عرض علي مساندته لي. متى التقيت به؟ مرتان في التلال، وكان كل مرة يتوقف ويتكلم معي باحترام ومحبة. ولكن كيف حال الدوق بيكينغهام؟ لقد عاد إلى قصره في بيرسون بعد أن تحسنت صحة الملك. وفجأة سمعوا وقع حوافر جياد تقطع سكون الليل. سأرى بنفسي، قال السير آلان مشيرا نحو رالف كي يبقى جالسا. وعندما عاد إلى الغرفة قال: إنها رسالة من لندن، لقد توفي الملك منذ أيام وتم دفنه فورا. ماذا سيحصل الآن؟ سألته جينيفر بقلق. سيعتلي الأمير إدوارد العرش تحت اسم الملك إدوارد الخامس، ولكنه في 12 من عمره. نعم، ولقد أوصى الملك أن يسمى الدوق كلوسيستر وصيا على العرش، وأتمنى أن لا تحصل مشاكل في البلاد. جينيفر تعالي إلى فوق، أريد أن أكلمك. أغلق الباب وراءها وقال لها بقلق: من المحتمل أن يحاول الآل وولد فيل التحرك، وشقيق الملك لا يحب الملكة وعائلتها، وهو يتهمهم بموت أخيه وبأنهم حرضوا كلارنسي على العصيان وبأنهم أقنعوا الملك بإعدامه. وتذكرت جينيفر بأنها سمعت بأن جورج كلارنسي شقيق الملك اتهم منذ 12 عاما بخيانة وأعدم. هل ترغب في أن يكون إدوارد في ليدلو تحت حراسة اللورد ريفرز شقيق الملكة؟ إنه الوودفيل الوحيد الذي يتمتع بصداقة كلوسيستر، وهو سيتجه فورا إلى الجنوب. ولقد كتب لي اللورد بيكينغهام كي أنضم إليه على الطريق، لأن كل البلد يتحضر اليوم لكارثة. وبعد صمت قليل أضاف: سأرحل فورا إلى الميدليهام، فالدوق كلوسيستر هو مولاي ويجب أن أتبعه. وأنا لن أؤخرك عن واجبك، ولكن ماذا يجب علي أن أفعل في غيابك برفقة كلوسيستر؟ لقد لاحظت التغييرات التي أحدثتها في القصر، ولكنني نادرا ما أكون هنا. بإمكانك أن تديري القصر كما تشائين، ولقد لاحظت بأن الجميع هنا يحترمونك. أن يكون لي بيت خاص، هذا من أقل واجبات الزواج، ولكن هناك واجبات أخرى. إنك تعاملني بطريقة فظيعة، وكذلك في لقائنا الأول. وإذا استمريت بهذا الأسلوب سيكون لك زوجة تطيعك، ولكن بدون أي حرارة. إذن سأبحث عن الدفء في مكان آخر. ثم خرج من الغرفة وترك جينيفر وحدها، فأخذت تبكي بمرارة. كانت تعتقد أن زوجها قد سئم الوحدة وهو يبحث عن حنان في زوجته، ولكن وصوله ورحيله المفاجئ هدم آمالها. إنه رجل متسلط لا قلب له. وبعد طول انتظار وصل أحد الباعة المتجولين. تسري شائعات كثيرة في هذه الأيام، وأعتقد أنه يعرف عما يتكلم، قالت لها آجان. وكان البائع قد قال بأن الدوق كلوسيستر والدوق بيكينغهام اعترضا الملك الصغير في الطريق بين لندن وليدلو، وبأنهما أوقفا عمه قبل الوصول إلى العاصمة، وبأن الآل ووتفيل هربوا واختبأوا، وسيكون الملك تحت الحراسة في برج لندن ريثما يتم تتويجه وريثما ينضم إليه كلوسيستر. وكان قد مضى على غياب زوجها 6 أسابيع ولم يكتب لها أي رسالة. يبدو أنه لن يعود قبل شهور، فإذا كان يعتقد أن بإمكانه أن يتركها وحدها منسية هنا، ما
بينما هو يتسلى في أحضان عشيقاته فهو واهم. فإذا رحلت زوجة كلوسيستر إلى لندن فلن تبقى جينيفر منسية في يوركشاير. وأخيرا أخذت قرارها الحاسم فقالت لأجان: عندما أعود أريد أن يكون هذا القصر كما هو اليوم، وأنت أجان ستحلين مكاني أثناء غيابي، وأريد أن تسجلي لي كل المصاريف لأراها عند عودتي. يجب أن تذهبي إلى ميدلهام في نصف يوم. وكانت جينيفر تعلم بأنه لن يلومها أحد لأنها ترغب بالانضمام إلى زوجها. وفي اليوم التالي سافرت جينيفر مع خادمتها جيل وقضيتا ساعات قبل وصولهن إلى منطقة تاباهال حيث كان يعيش سير جيمس ماتكالاف. إن ميدلهام لم تعد بعيدة من هنا، بإمكانك أن تشاهدي الآن حدود تلك القرية، وهناك قصر بولتون للورد سكروب وهو أكبر بكثير من قصر سيدي. قبل رحيلها كانت جينيفر متحمسة جدا للسفر مع الليدي آن زوجة كلوسيستر إلى لندن، أما الآن وقد بانت قريبة منها أخذت تتساءل إذا كان بإمكانها أن ترى الدوقة. ولكن مخاوفها زالت عندما عرفوا باسمها عند باب القصر، ورافقها أحد الخدم إلى غرفة يتجمع فيها عدد من النساء. نهضت إحدى النساء وفتحت ذراعيها لجينيفر: أنت الليدي جينيفر كالانسي، لقد أخبرني الدوق أن السير ألان تزوج مرة ثانية، وكنت أنوي أن أدعوك لزيارتي، لكن الأحداث تسارعت ومنعتني من القيام بواجباتي. أهلا وسهلا بك ماي ليدي، أريد أن أطلب منك خدمة، قالت لها جينيفر بصوت مرتجف. ماذا تريدين جينيفر؟ لقد لحق زوجي بالدوق إلى لندن وأرغب في الانضمام إليه، وأنا أيضا ذاهبة للقاء الدوق. أعلم ذلك، ولهذا السبب جئت لرؤيتك. أكون سعيدة جدا باصطحابك معنا، وسنصل إلى لندن بعد 8 أيام، وسنتمكن من حضور حفل كاتدرائية وستمنستر. سنسافر صباح غدا. ثم أمرت الخادمة أن ترافق جينيفر إلى غرفة خاصة كي تبدل ملابسها قبل موعد العشاء. وكانت الخادمة مارغريت تحب الثرثرة كثيرا، ولقد أخبرت جينيفر بأنها زارت البلاط منذ عام. الملك إدوارد بصحة جيدة وقد أثنى على جمالي، ولكنني أخذت حذري لأن من عادته أن يلاطف كل النساء، ولكنه صغير وفي سن 12 فقط. يقال أيضا بأنه ذكي جدا، ولكنه كان يقيم في ليدلو، وأخوه ديورك ليس مثله، لقد رأيته مرة يرمي الماء على رأس الحاجب. إنه كوالدته وكباقي الآل وودفيل، كلهم ليسوا مثقفين. وهل من الحذر أن تتكلمي هكذا بصراحة؟ أوه، إن الآل وودفيلد لن يستمر طويلا. لقد استلمت الليدي آن من زوجها الدوق رسالة وأخبرتنا بأن الدوق ذهب أولا إلى نورث بينتون حيث انضم إليه الدوق بكينغهام، وكان لورد ريفيرز قد وصل إلى ستوني ستراسفورد مع الملك. فأرسل الدوق كلوسيستر رجالا أوقفوه وأخذوا الطفل لحراسته حسب وصية والده، وهرب أكثر الآل وولدفيل، وأصبحت الملكة تحت حماية الكنيسة مع الأميرات والأمير ديورك، ويقال بأنها أخذت معها كل المجوهرات. والآن سيكون كل شيء بيد الدوق كلوسيستر. نعم، وسيحكم بعدل، وستقام حفلة كبيرة لتتويج الملك الصغير، ولقد أعددنا ثيابا رائعة لهذه المناسبة. والآن بدلي ملابسك، لقد اقترب موعد العشاء. بعد الانتهاء من تناول العشاء استأذنت جينيفر مع بقية السيدات، لكنها تفاجأت عندما طلبت منها الليدي آن أن تتبعها. دخلت إلى صالون آخر. شكرا لاهتمامك بي ماي ليدي، قالت لها جينيفر باحترام. لقد علمت بأن والدك كان تويكسبوري. نعم ماي ليدي، كان إلى جانب لانكستر. ألا يزال في سروبيشاير؟ وهل هناك التقيت بالسير ألين؟ لقد زارنا مع اللورد بيكينغهام. بيكينغهام؟ سألتها بدهشة ثم أضافت: يبدو أنه قام بزيارات كثيرة في الفترة الأخيرة.
كان يبدو لطيفا. أوه، إنه فاتن أيضا. أنت تعلمين بدون شك بأنه أحد أتباع زوجي. سألتها باحتقار: ألست راضية عن صداقته؟ إنه يرغب كثيرا بصداقتي، لكنه يذكرني بجورج دي كلارنسي، فهو ذكي مثله ويجلب الكثيرين حوله بسخائه وكرمه، كما يجذب إليه النساء أيضا. وبعد وفاة الملك هنري قدم مساعدته وحمايته لي ولشقيقي. أعتقد بأنه تزوج أختك. نعم، تزوج شقيقتي إيزابيل، وذلك لكي يضع يده على أملاكها، ولشدة طمعه أراد أن يكسب حصتي أنا أيضا. وأخبرني مرة وأنا في منزله بأن حياتي في خطر وبأن أتباع يورك يبحثون عني. وهكذا أخذني في منتصف الليل إلى حانة حيث يجب أن أعمل كخادمة بينما أنا ابنة ورشيك الكبير، وهناك عثر علي الدوق كروسيستر وتزوجني. وكلارنسي أقنع الجميع بأن هناك سوء تفاهم، ولكن ريتشارد كروسيستر لم يثق به، وكان أخاه المفضل، ولكنه كان مخادعا، ولو لم يكن خائنا لما وقع في مثل هذا الفخ. واليوم عندما أرى بكينغهام أتذكر فورا كلارنسي وأضاليله. أنا متأكدة أن للدوق كلوسيستر أصدقاء أوفياء كثيرون. نعم، ولكن الألوود فيل ينتظرون الوقت المناسب للقتال. أما بكينغهام فأنا أتساءل ماذا سيفعل. لكن والدي لم يقل أي كلمة لا تحبين سماعها. قد يكون خيالي هو الذي يوحي لي بالحذر من بكينغهام. والآن أخبريني، كيف حالك في حياتك الجديدة؟ إنها معقدة قليلا بالتأكيد، فالسير آلان كان متزوجا، ولقد استقبلنا آلان وزوجته إيزابيل عندما تزوجنا أنا وريتشارد في قصر كلانسي. وكيف كانت إيزابيل؟ سألتها جينيفر بفضول. كانت جميلة جدا، ولكنها كانت تعاني من سعال شديد، وكان السير آلان يحبها كثيرا. كنت أعتقد بأن زواجهما كان مفروضا عليهما. نعم، لكنهما عاشا بحب كبير، ولقد تعذب السير آلان كثيرا بعد موتها. ولو لم تكوني امرأة رائعة لما تزوج السير مرة ثانية، ويبدو أنه مشتاق لك كثيرا. لكنه لم يطلب مني أن أنضم إليه في لندن. أنا أعتبر أن هذه ستكون مفاجأة له. يبدو أن لك شخصية مستقلة، أنا أحب هذا كثيرا. والآن بإمكانك أن تنامي، لأننا سنسافر صباحا وستكون رحلتنا طويلة. ولكن تذكري كلامي عن بكينغهام. إن زوجك يعمل تحت لوائه، ولكنه رجل شريف. إذا لاحظ أي شيء وأخبرك به بإمكانك أن تقوليه لي بصراحة. نعم ماي ليدي، أجابتها جينيفر، وكان من المستحيل أن تشرح لها أن السير آلان لا يتكلم معها مثل هذه المواضيع المهمة، وأنها متأكدة من أنه سيكون غاضبا جدا عندما سيراها، وقد يأمرها بالعودة فورا إلى يوركشاير. وفي غرفة الضيوف كانت السيدات تتكلمن بحرية وبصوت مرتفع، وكلهن مع موقف الدوق كلوسيستر. ستكون الملكة مجبرة على إعادة كل المجوهرات والذهب لأنها ليست ملكا لها. إن الملك هو الوحيد المسؤول عن هذه المجوهرات، قالت لها إحدى السيدات. لن يتخلى الألوود فيل عن شيء بدون قتال، أجابت أخرى. واللورد ريفرز مع أنه من آل وود فيل، إلا أنه صديق لبيكينغهام الذي يحمي العرش بكل قوته ونفوذه. نامت جينيفر وهي تستمع إلى كل هذه الثرثرة، واستيقظت في الفجر على جرس الكنيسة، وكانت الخادمات تتجمعن حول سيدتهن وتساعدهن في ارتداء ملابس السفر وفي تناول فطورهن. لبست جينيفر ملابسها وتناولت فطورها وذهبت للبحث عن جيل، فوجدتها تحضر الأغراض وتضعها على ظهر البغال، فسألتها إذا نامت جيدا. تقريبا، لقد نمت في الإسطبل، إن القصر مزدحم جدا، ويبدو لي أن قصر كلانسي مريح أكثر. أعتقد أن موت الملك غير أشياء كثيرة.
الجميع هنا يحبون الدوق كروسيستر وزوجته، ويقال بأنها ليست بصحة جيدة وبأن ابنها مريض جدا. ثم تركتها جينيفر وانضمت لبقية السيدات في كنيسة القصر، وكانت الدوقة آن تجلس بقرب ولدها الذي يبدو مريضا جدا، وكانت الدوقة تنظر إليه بقلق وخوف. حاولت جينيفر أن تركز اهتمامها على الصلاة، لكن فكرها كان منصبا على هذه الرحلة وعلى ردة فعل السير آلان عندما يراها. ثم صلت للرب كي يحميهم ونهضت وانضمت إلى القافلة. كانت جينيفر تركب حصانها وابتسمت عندما رأت مارغريت تقترب منها على جوادها. يبدو أنك متحمسة جدا للذهاب إلى لندن، إنها أجمل مدن العالم وهي أكبر من مدينة يورك. أنا حتى لم أذهب من قبل إلى يورك. إذن ستجدينها مدينة رائعة، ستقابلين زوجك ولابد أنه سيتفاجأ كثيرا. أوه، سيكون مذهولا، أجابتها جينيفر بسخرية. أوه، هذا اللورد إدوارد، قالت مارغريت. قرب الصبي حصانه من حصان والدته وناولها كأسها مذهبا، فأخذته الدوقة وابتسمت. إنه منظر مؤثر حقا، لأن الأم وولدها هزيلان جدا. لو كان اللورد كلوسيستر هو الابن البكر لوالده، لكان اللورد إدوارد هذا هو وريث العرش. همست مارغريت في أذن جينيفر. هزت جينيفر رأسها وتذكرت كلام والدها: من سوء حظ البلاد أن يحكمها طفل صغير، ولكن الطفل الملك الحالي هو تحت وصاية عمه كلوسيستر وبحماية الدوق بكينغهام. وكانت تفكر بقلق وتتمنى أن تعود بسرعة إلى الأمان بين جدران قصر كالانسي. عندما وصل الموكب إلى لندن، أحست جينيفر أنها وسط بحر واسع من الأبنية والتي بينها المشاة والخيول. وكانت الشوارع تبدو وكأنها ممرات مضاءة بالمشاعل، وكانت الأسواق مكتظة والضجيج مرتفع. وفعلت جينيفر كما فعلت كل السيدات ووضعت منديلا تحمي به فمها. إن قصر كروسبي يقع في بيشو باجات، وقد تجدين زوجك هناك، قالت لها مارغريت. وكانت ساحة القصر مزدحمة أكثر من شوارع المدينة، وكان الفرسان المدججين بالأسلحة ينادون على خدمهم، والتقى الأهل والأصدقاء بسرور كبير. وأخذت الدوقة والوفد المرافق لها إلى جناحات خاصة حيث ينتظرها زوجها. وشعرت جينيفر بأنها تائهة، ووجدت نفسها بين أناس لا تعرفهم، وأرادت أن تدخل القصر تحاول السؤال عن زوجها، وفجأة سمعت صوتا يناديها: سيد هافر، ماذا تفعل هنا؟ سألت الشابة وقد أشرق وجهها. وأنت ماذا تفعلين هنا؟ كنت أعتقد أنك في يوركشاير. لقد جئت مع الليدي آن لحضور حفل التتويج. أنا في خدمة لورد هاستينغ، أجابها الشاب بفخر، ثم أضاف: لقد جئت لكي أثبت لوالدك بأنني قادر على شق طريقي بنفسي، واللورد هاستينغ وزير وبإمكانه إذا أراد وإذا كان راضيا عني أن يمنحني شرفا كبيرا. أما أنا فلقد جئت للقاء زوجي مفاجأة له، ولكنني لا أعرف أين يقيم، ومعي جيل أحد الخدم، لكنني لا أعرف أين ذهبت. وفجأة وجدت جيل تقترب منها بجانبها السير آلان كالانسي بنفسه. الأفضل أن تذهب الآن يا بول، يبدو أن زوجي غاضب. ورغما عنها بدأت قدماها ترتجفان وهي تتجه نحو زوجها. هكذا إذن مدام، كنت كئيبة جدا في غيابي، فقررت أن تنضمي إلى موكب الدوقة آن كي تأتي إلى لندن. لقد جئت لأحضر حفل التتويج، وقد وعدتني الدوقة بتأمين مقعد لي في الكاتدرائية، أجابته بسرعة وهي ترفع رأسها. إنها إنسانة محبة، كنت أتمنى لو ترسل لي رسالة تطلب مني فيها الحضور، وكنت أخاف ألا تكون موجودا هنا. لدي غرفة في قصري ديستيمينستر جيل، اذهبي أنت وابحثي لك عن مكان آخر، أما أنت مدام فاذهبي معها ريثما أعود إليك. هذه ليست الطريقة المناسبة لاستقبالي، أجابته بصوت مرتجف.
وهل ذلك الشاب الذي كنت تتكلمين معه منذ قليل لطيف أكثر مني؟ إنه أحد معارفنا، ولم تشأ أن تخبره عن قصة حبه لأختها سيسل. سأحاول أن أنضم إليك لاحقا إذا سمحت لي الظروف. إلى اللقاء الآن. لست بحاجة لك، بإمكاني أن أجد لنفسي مكانا أبيت فيه. ثم عاد ونظر إليها وأمسكها بيدها، فسحبت يدها وصرخت: أنا لا أمزح عندما أقول لك بأنني أستطيع أن أجد لنفسي مسكنا هنا. هل تكوني سخيفة؟ إذا أقمنا كل واحد في مكان منفصل ستكون هذه فضيحة كبيرة. تعالي، سنذهب معا إلى ديستمينستر. ألا يمكنك أن ترافقني بجولة في المدينة؟ فيما بعد، أنا الآن مشغول جدا، أجابها بقسوة فتلألأت الدموع في عينيها. ولكن جيل أخذت حصاني على ما أعتقد. يوجد غيره. وبعد قليل عاد ومعه جوادان وقال لها بجفاف: حاولي أن تحمي أنفك وفمك من الغبار. فأطاعته بصمت، وكانت تعلم بأن مزاجه لا يسمح لها بمناقشته الآن. كان قصر ديستمينستر يبدو وكأنه قرية تحيط بها الحدائق والساحات والممرات الضيقة. فتبعت السير آلان إلى غرفة واسعة فيها سرير كبير وطويلة، وكانت جيل قد سبقتها ووضعت حقائبها في الغرفة. الأفضل أن تبدلي ملابسك قبل موعد العشاء، سيحضر لك خادمي بعض المياه الساخنة. اعذريني الآن. وأراد أن يخرج لكنها استوقفته بصوت مرتجف: على كل حال نحن متزوجين ولقد افترقنا بشكل عدواني. هذه ليست غلطتك أنت، وأعتقد أننا بدأنا حياتنا بشكل سيء وبأنه لم يكن يجب علينا أن نتزوج. ولكنك تريد وريثا، وأنا أفهم حقيقة مشاعرك، لأن والدي كان يتمنى لو رزق بصبي. أنت لا تزالين صغيرة على الزواج من رجل يكبرك بعشرين سنة. ثم خرج وتركها وحدها، فتضايقت كثيرا وأدركت أن زوجها رجل لا يطاق، فقررت أن ترتدي لهذا المساء الروب الذي لبسته في حفل زواجها، علها بذلك تكسب احترامه لها. ستحتاج لأسابيع كي تجد طريقها في هذا القصر، فكرت وهي تجلس في غرفة الطعام. إن قصر والدها وقصر زوجها يبدوان صغيران جدا أمام هذا القصر الكبير. لم يكن الدوق والدوقة كلوسيستر موجودان أثناء العشاء، ولكن جينيفر لاحظت رجلا أنيقا جدا يجلس في مكان الشرف. إنه اللورد هاستينغ، شرح لها السير آلان. إنه هو صاحب أكبر منصب في الكونسيل. والسيدة التي على يمينه، السيدة جان شور، كانت المفضلة عند الملك المتوفي وهي الآن تحت حماية اللورد هاستينغ. لكنها لم تلتزم الحداد طويلا. من طبيعة النساء عدم الوفاء، أجابها فورا. فتذكرت جينيفر بسرعة رسائل الحب التي وجدتها في الجارور وتساءلت: هل يعلم السير آلان بخيانة زوجته الأولى؟ لا، وإلا لما كان تصرف كالمجنون وانتظر عشرة أعوام كي يتزوج مرة ثانية. وتناولت عشاءها وهي تنظر إلى وجه زوجها، أنفه مستقيم، شفاهه رقيقة، وجبينه عالي، وشعره أسود، وبشرته برونزية، وكتفاه عريضان، وجسده كله ينطق بالقوة والنشاط. لقد استقبلتك بطريقة خشنة، قال لها دون أن ينظر إليها، وأرجو أن تقبلي اعتذاري. أنا تفاجأت كثيرا بمجيئك، ولا يزال الوضع غير مستقر في القصر، وكنت أفضل أن تبقي بأمان في أوركشاير. ولكن لماذا؟ فالتتويج سيتم قريبا. لا يزال صاحب الجلالة في جناحه في البرج، والملكة والأميرات والأمير يورك الصغير لا يزالون تحت حماية الكنيسة، ولا يزال هناك اختلافات في وجهات النظر، وليست لندن حتى الآن مكانا آمنا. إذن من الأفضل اللجوء إلى كرانسي. حسنا يا زوجتي العزيزة، وبما أنك هنا الآن سأسعى جهدي كي أتمكن من جعل زيارتك للندن
زيارة موفقة. هل تحبين رؤية مروضي الدببة أم تفضلين أن نحصل لك على إذن للصيد في الغابة؟ أفضل أن أشاهد أسود البرج. حسنا، إذا فلنشاهد الأسود. وافق السير آلان مبتسما. إن زوجتك يجب أن تذهب لمشاهدة ولي العهد، قال أحد الفرسان الجالسين بقربهما. لم يجبر أحد الملكة لكي تلجأ إلى الكنيسة، يقال أنها تخشى من الوصي. إن الوصي محق في تخوفه من الوطفيل، قال فارس آخر. وبينما هي تحت حماية الكنيسة، بإمكانها أن تبث إشاعة عن أنها أرملة تحت رحمة الدوق والكونسيل. كانت جينيفر تستمع إلى هذه المناقشة باهتمام، لكن السير آلان بدأ يبدي سأمه فهمس في أذنها. إذا أنهيت عشاءك بإمكاننا العودة إلى جناحنا، فأنت بالتأكيد متعبة من طول السفر. أنت محق، لقد كانت رحلة طويلة. ونهضا معا وأمسك بيدها. لقد بدأنا علاقتنا بشكل سيء، أليس كذلك؟ قال لها مبتسما. ويجب أن أعترف لك بأنني بعد خصامنا في لقائنا الأول في الكنيسة لم أكن أعرف إذا كنت ستقبلين الزواج مني، ولهذا السبب أرسلت رالف ليطلبك من والدك. حقا؟ هل كنت قد أعجبت بي؟ نعم، لقد مضت سنوات طويلة ولم تلفت إعجابي أي امرأة، ولكن أسلوبك في الحديث أعجبني كثيرا بالإضافة إلى جمالك. أنت الآن تسخر مني، فأنا لست جميلة جدا. إن جمالك يعجبني، وخاصة شفاهك وشعرك. نعم، ولكن فمي كبير، لذلك يجب أن تتعلمي أن تتقبلي المجاملات بابتسامة صغيرة وخجولة. فلم تتمالك جينيفر نفسها وأخذت تضحك، فأمسكها بين ذراعيه وضمها إليه بحنان وقبلها بشوق كبير. لماذا تأخرت كثيرا ولم تنضم إلي إلى كالانسي؟ كنت أخاف أن تكرهيني لأنني أرغمتك على الزواج بهذه الطريقة، وطيلة الطريق شربت كثيرا كي أشعر بالشجاعة للقائك. لم يكن هذا ضروريا لأنني غيرت رأيي، ولهذا السبب بذلت جهودا كبيرة كي أجعل في قصرك مكانا مريحا ولكي تعرف قيمة الفتاة التي تزوجتها. كنت أهمل بيتي لأنه يذكرني بمرحلة أليمة من مراحل حياتي، وكنت أعرف بأنني أرغمتك على الزواج وأتوقع منك أن تعودي إلى منزل والدك. ألا يمكننا أن نجعل هذا اليوم بداية لشهر العسل؟ وأنا لا أكن لك أي ضغينة، وأتمنى أن تسامحني لأنني جئت إلى لندن بدون إذنك. أترغبين بذلك حقا؟ سألها وهو ينظر إلى عيونها مباشرة. إن هذا الثوب هو الذي كنت أرتديه يوم عقد الزواج. أوف، أنا أحبك يا جينيفر، ولقد أحببتك منذ أن رأيتك لأول مرة. وكانت النار مشتعلة في الموقد وتضيء الغرفة مع الشموع، فصرف السير الخدم وأغلق الباب ثم ضمها إليه بحنان. أبدا لم أكن أعتقد بأنني سأقع في الحب مرة ثانية إلى أن التقيت بك في منزل والدك. وهذه المرة لامست شفاهه شفتيها بدون عنف بل بكل حنان، ثم حملها ووضعها على السرير وبسرعة اجتاحتها مشاعر لم تعرفها أبدا من قبل. لن يفرق بيننا شيء يا حبيبتي. أبدا أبدا يا حبيبي. وابتسمت له وسألته، أتعتقد أن اللورد كلوسيستر والليدي آن سعيدان مثلنا الآن؟ لا أعتقد ذلك، ولكنهما عاشقان حقا. أتعرفين كيف التقى بها الدوق كلوسيستر؟ نعم، لقد أخبرتني الليدي آن أحبها من النظرة الأولى ويعتبرها أجمل امرأة في العالم. هذا نادر بين الأزواج، ولكن بإمكاننا أن نعيش بسعادة كبيرة معا. وضمها إليه بقوة واتحد جسداهما بعناق طويل، وأخذت جينيفر ترتعش بين يديه. وأخيرا نهض زوجها وقال لها وهو يلهث، أعذريني ولكنني أشعر بظمأ كبير، سأنادي على الخادم. وقبلت فمه بسرعة وارتدت قميص نومها ونهضت.
لم يكن هناك أي أثر للخدم في الممر المظلم بين الجناحات، فسارت خطوات باتجاه نور القمر الذي يظهر بين الأعمدة الحجرية، فوجدت أنها أصبحت في حديقة صغيرة، وفجأة سمعت خطوات فانتفضت مرعوبة وصرخت من الخوف، لكن يدين قويتين أمسكتا بها بقوة. أصمتي، هذا أنا مدام، لا تخافي. بول هافر، يا إلهي، ماذا تفعل هنا في مثل هذا الوقت؟ أرجوك لا تتكلمي بصوت مرتفع، أحاول أن أعود إلى جناحي دون أن يراني أحد من الحرس. ولكن من أين أنت قادم؟ أتمنى ألا تكون آتيا من غرفة إحدى السيدات. لا تخافي، فأنا مخلص جدا بحبي لسيسل، لقد عدت لتوي من الدير حيث كنت أنقل رسالة خاصة. رسالة لمن؟ هل هذا أمر سري؟ أرجو ألا تخبري أحدا بأنك شاهدتني، إن الرسالة التي أوكلت بنقلها خطيرة جدا، ولا أستطيع أن أخبرك أكثر، ولكن من المفيد لأجل سلامتي ألا يعلم أحد بأننا نعرف بعضنا. نعم بالتأكيد، إذا كنت ترغب بذلك. ثم توسل إليها مرة أخرى واختفى في الظلام. فاستعادت أنفاسها ببطء. إن بول هافر كان دائما خجولا، لكنه الآن يشترك في أمور البلاط السرية، وهي تعلم بأن الملكة تقيم حاليا في الدير، لابد أن هناك مؤامرة. فبول هافر يعمل في خدمة اللورد هاستينغ أحد أصدقاء الدوق كلوسيستر، فهل يسعى لخيانته مع الملكة؟ وفي طريق عودتها إلى جناحها التقت بأحد خدم زوجها. سيدك يشعر بالظمأ، هل تستطيع أن تحضر له ماء؟ هز الخادم رأسه وعادت إلى غرفتها، فتفاجأت بأن زوجها يغط في نوم عميق. إنها مليئة بالممرات المظلمة حيث بالإمكان أن تحاك مؤامرات عديدة وخطيرة، وتمنت في أعماق نفسها ألا يكون بول في وضع خطير، ومع ذلك لا يمكنها أن تفعل شيئا لأجله. فتنهدت وعادت ونامت بين ذراعي زوجها. عندما استيقظت في الصباح وجدت زوجها مرتديا ملابسه وهو يتأملها بحنان ويبتسم. رالف يقيم حاليا في قصر كروسبي كي يخبرني في حالي احتاج لي الدوق أو اللورد بيكينغهام، وهذا الصباح لدي عمل مع الوصي، وبإمكانك أن تزوري القصر أو الديرة إذا رغبت. ولست أدري متى سأعود، ولكنني أعتقد أنك ستعرفين كيف ترفهين عن نفسك أثناء غيابي، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد. وشعرت بخيبة أمل لأنه لن يستطيع البقاء معها أكثر بسبب واجباته الكثيرة، ولا يمكن للزوجة أن تتبع زوجها أينما ذهب. إلى اللقاء إذن يا صغيرتي، ثم قبلها بحنان وخرج وهو ينادي على خادمه. ظلت جينيفر دقائق وهي تتلذذ بدفء سريرها، ثم نهضت وشكرت ربها لأنها قادرة على ارتداء ملابسها بدون مساعدة أحد، وكان جسدها رشيقا ولم يعد يهمها إذا كانت جميلة جدا طالما أن آلان يحبها، واقتنعت بما وهبته لها الطبيعة من جمال. ثم خرجت لتقوم بجولة في القصر. بدا لها القصر وكأنه بني على مراحل حسب الحاجة التي كانت تفرضها الظروف، وكانت الممرات تفصل بين الجناحات الخاصة، وأكثر الممرات مظلمة ورطبة، ولم يسبق لجينيفر أن رأت مثل هذه اللامبالاة من قبل. لقد التقت بأناس كثيرين يروحون ويجيئون، لكنهم يتظاهرون وكأنهم لا يلاحظونها. وقبل أن ينتصف النهار شعرت بالتعب في قدميها، وشعرت بأن هذا القصر هو المكان الأكثر وحشة ووحدة على الأرض. وأخيرا دخلت إلى غرفة مفروشة بالسجاد ورأت فيها ثلاثة مقاعد عالية الظهر. على الأقل بإمكانها أن ترتاح قبل البحث عن الطريق المؤدية إلى جناحها حيث سيلتقيها آلان بعد قليل. وحاولت أن تتذكر طريق العودة عندما سمعت أصواتا آتية من الخارج. من الأفضل السير في الحدائق ماي ليدي كي لا تتفاجئي بالجواسيس. هذا أمر سخيف، فنحن ليس لدينا أسرار، أجابته السيدة.
إنه لورد هاستينغ الذي كلمها عنه زوجها مساء أمس، وإلى جانبه سيدة شابة ويبدو عليها الثراء. عندئذ نهضت جينيفر وانحنت قليلا، فنظر إليها بانزعاج، فسألتها السيدة: صباح الخير مدام، هل أنت جديدة بالقصر؟ نعم ماي ليدي، أنا جينيفر كالانسي، زوجة السير ألين كالانسي من يوركشاير. من هو؟ سألت السيدة لورد هاستينغ. إنه أحد أتباع الدوق بكينغهام، أجابها باختصار. أعرفك على الليدي مارغريت ستانلي مدام. وكانت الليدي ستانلي المشهورة بمارغريت بوفور، والتي تزوجت من أدمون تيودور بسن 12. ولا أحد يعلم بالتحديد من هو تيودور، ولكن الجميع مقتنعون بأنهم أكثر طموحا من الوودفيل. ولقد تزوج أحدهم أرملة الملك هنري الخامس، وبوفور هذه تعود بسلالتها لجون ديغون، أنجبت ابنها في 13 من عمرها وأصبحت أرملة في 14، وتزوجت مرتين بعد ذلك، ويقال بأنها من أذكى نساء إنجلترا. ابتسمت جينيفر وانحنت مرة ثانية. أتمنى ألا تملي بسرعة في القصر، هل أنت أيضا من يوركشاير كزوجك؟ لا، أنا من سروبشاير، والدي هو السير توماس رين، ولقد جرح في معركة تويكسبوري، أجابتها جينيفر. وكانت تعلم بأن الزوج الليدي ستانلي الأول كان من موالي لينكستر، وبأن ابنه كان منفيا في بريطانيا لأنه اشتبه به في منطقة يورك. لقد جرح وقتل الكثيرون في هذه المعركة، أجابتها الليدي ستانلي، ثم ودعتها وتأبطت ذراع اللورد وجلسا على المقعدين الآخرين. وكانت جينيفر تعلم بأنه من اللائق أن تنسحب، وتساءلت وهي تخرج عما يعنيه حديثهما، ولكنه بدا لها من الغريب وجود أسرار بين هاستينغ الذي يحمل وصايا وبين والده الكونت ريموند. وعلى كل حال توماس ستانلي هو أيضا من أتباع يورك المنتصر، ويعتبر اللورد هاستينغ من أصدقاء الملك. عندما عادت إلى غرفتها كان زوجها السير ألان ينتظرها، وقد بدا عليه الغضب بعد نقاش حاد بينه وبين خادمه بنجامين. جينيفر، سنستقل مركب ونذهب لزيارة البرج كي نشاهد الأسود، كل ما ترغبين به. ما رأيك بقصر وستمينستر؟ إنه كبير جدا، أجابته بدهشة، فضحك زوجها وعاد إلى هدوئه، ثم أمسك يدها وتوجه إلى غرفة الطعام وتناولا وجبة شهية من اللحم بالخضار. وكانت جينيفر سعيدة جدا برفقة زوجها. وكانت النزهة في المركب قد أعجبتها كثيرا، وكانت تبدي دهشتها أمام المناظر الجميلة على ضفتي النهر. وكان السير ألان يشرح لها بسرور عن هذه الآثار والتي تمتد على ضفتي التايمز. وبعد قليل ظهر البرج أمامهما، وتوقف المركب أمام المدخل الرئيسي، فاجتاز حدائق مليئة بالزهور، وكان هناك العديد من النبلاء والسيدات الذين جاءوا لرؤية الملك الصغير والأسود الحية التي قد لا يكون يوجد غيرها في إنجلترا. وفجأة على الضجيج واصطف الحرس على الجانبين. الملك، وكان صبيا يضع على رأسه قبعة من الريش، ينزل وهو يتلفت ذات اليمين وذات اليسار، وكان وجهه جميلا لكن أحد خديه كان منتفخا. يبدو أن الملك لديه خراج، فحتى الملوك يتعرضون لقسوة الظروف البشرية، همس السير ألان بأذنها. هي له من مسكين، قالت إحدى السيدات الواقفة بالقرب من جينيفر. إن أمه وكل عائلته تحت حماية الكنيسة، وعمه وصي على عرشه، وتيودور ينتظر المناسبة، أجابت سيدة أخرى. هل يوجد خطر على الملك؟ سألت جينيفر زوجها وهما في طريقهما نحو أقفاص الأسود. إشاعات فقط، فالوصي يبذل جهدا كبيرا لحماية الملك من أي خطر، ولقد فقد الوودفيل نفوذهم ولكنهم يهددون. لقد التقيت الليدي ستانلي هذا الصباح. حقا؟ سألها بدهشة. ولكن ماذا تفعل في قصر ويستمينستر؟ كانت تتكلم مع اللورد هاستينغ. آه،
لقد ذهب اللورد ستانلي زوجها إلى كونسيل، ومن الطبيعي أن يحاول هاستينغ ملاطفتها. والآن فلننسى مشاكل القصر وتعالي لنشاهد الحيوانات. انظري، هذا الحيوان الغريب يسمى الجمل وله سنامان على ظهره. ثم أمسك يدها وتركته يقودها نحو زريبة كبيرة يسرح فيها الحيوانات بحرية. فارتعبت جينيفر وتراجعت للوراء عندما زأر أحدهم، فضمها السير ألان إلى صدره وهو يضحك. فضحكت هي أيضا وحاولت أن تنسى اللورد هاستينغ والليدي ستانلي. وعندما عادا كانت جينيفر سعيدة جدا واتجها إلى غرفة الطعام لتناول العشاء. لم يكن اللورد هاستينغ والليدي مارغريت موجودين، وكانت السيدة شور موجودة في القاعة. عندما يموت الملك يجب البحث عن رجل آخر. لا يمكن لأحد أن يلوم السيدة شور لأنها تبحث عن حماية لدى اللورد هاستينغ، قالت إحدى السيدات. يقال بأنها ترتاح أكثر لحماية اللورد دوريزيت. دوريزيت؟ سألت جينيفر بدهشة. إنه ابن الملكة البكر، أجابها زوجها. أحد الوودفيل؟ لم يمضي على وجودك في القصر سوى يومان، وها أنت أصبحت تعرفين كل ما يجري هنا، قال لها زوجها ممازحا. هيا أخبريني بماذا ترغبين اليوم الغد. بإمكاننا أن نحضر القداس في الدير ثم نذهب لرؤية الشلالات، كما وأنك بحاجة لملابس جديدة، ويوجد في القصر عدد من الخياطين وبإمكانك أن تأخذي موعدا مع أحدهم. وهكذا كانا يخرجان كل يوم معا ويزوران كل المناطق والآثار الجميلة، ثم يعودان إلى جناحهما وكأنهما عاشقان متعطشان للحب والعناق. وأمضيا 5 أيام لا يمكن أن تنسى أبدا. وفي صباح أحد الأيام وبينما يستعدان للخروج، وصل رالف من قصر كروسبي وأخبر ألان بأن لورد بيكينغهام سيعقد اجتماعا في البرج ويرغب بأن ينتظره صديقه السير ألان هناك. لقد مضى وقت طويل لم يحدث فيه شيء، قال السير ألان وهو يفكر. يجب أن أذهب يا حبيبتي، هل يزعجك أن تنتظري عودتي؟ لا أبدا، أجابته بصوت منخفض وهي تشعر بالخيبة، وكانت تشعر بأنه يفضل أن يبقى معها، ولكنه لا يمكنه أن يتجاهل مثل هذه الأوامر. سأبقى وأهمل على إكمال قطعة التطريز التي بدأتها منذ زمن طويل. مرت فترة قبل الظهر بشكل بطيء، وملت جينيفر من التطريز وظلت تتساءل ماذا يجري في ذلك الاجتماع في كونسيل. وفجأة عند الظهر فتح باب غرفتها ودخل بول هافر ووجهه شاحب وحذاؤه مليء بالغبار. بول، ماذا يجري؟ فنظر إليها الشاب كالمجنون. ألان، هل حصل له شيء؟ سألته بقلق وخوف وقد شحب لونها. اللورد هاستينغ مات بعد أن قطع رأسه، أجاب الشاب وهو يرتجف. يا إلهي، ولكن لماذا؟ ماذا حصل؟ لقد اتهم بالخيانة في اجتماع الكونسيل، هو واللورد ستانلي والأسقف مورتون، اتهموا بأنهم كانوا يدبرون لقتل الدوق بيكينغهام والدوق كروسيستر، ولقد رمي اللورد ستانلي والأسقف مورتون في السجن، ولكن اللورد هاستينغ قطع رأسه فورا في الساحة بدون أن يمنح أي فرصة للدفاع عن نفسه. هل كان بإمكانه الدفاع؟ هل كان بريئا؟ لست أدري، كان قد أرسلني لنقل رسائل إلى الملكة وقال بأنها مهمة، وعلى كل حال أنا لم أعرف ماذا كان مضمونها. نعم بالتأكيد، ولكن قد يعتبرونك متورطا في المؤامرة. وفي أبول، كيف استطعت أن تقبل؟ أنا لم أفعل شيئا، نقلت رسائل فقط، ولكن قد تجري أبحاث و... لست أدري يا جينيفر، ونظر إليها وهو يرتجف. يجب أن أرحل من هنا، فقد يوقفون كل الذين كانوا يرافقون لورد هاستينغ. ولكن لماذا عدت إلى ويستمينستر؟ لأنني بحاجة. أوف، إنه شيء فظيع ما سأطلبه منك، ولكن لورد هاستينغ هو كل أموالي في القصر. لدي بعض القطع الذهبية هنا،
قالت له وقد شعرت بمدى حزنه: خذ هذه، ستكون كافية لتغطية نفقات عودتك، ستعيد لي ثمنها عندما تتمكن من ذلك. ولكن كيف حصل؟ لقد كان اللورد هاستينغ صديقا للوصي. ولكنه لم يكن صديقا للورد بيكينغهام، وكان يكرهان بعضهما دائما. إذن كان هاستينغ يتآمر مع الوودفيل. يجب أن أغادر لندن، يقال بأن الوصي يريد أن يتوج نفسه. مستحيل، ستكون خيانة كبرى. هذه ليست إشاعات، والوودفيل وراء كل ذلك. لا أصدق ذلك، فأنا أعرف الدوق جيدا، لقد جئت برفقة زوجته الليدي آن. نعم نعم يا جينيفر، وشد على يديها بانفعال كبير. أنت الوحيدة هنا التي أثق بها، ولقد فعلت كل ذلك من أجل سيسل كي أنجح في، وذلك بنقل رسائله إلى الملكة. سأكون ممتنا لك دائما يا جينيفر، وانحنى أمامها. أوف يا بول، كيف؟ ولكنها لم تستطع أن تتم هذه الجملة، لأن الباب فتح فجأة ودخل زوجها السير آلان، فسحبت يدها من يدي بول بسرعة وشحب لونها ولون الشاب. لم أصدق بنجامان عندما أكد لي بأنك التقيت برجل تلك الليلة، عندما رأيتك بنفسي برفقته في ساحة القصر يوم وصولك اعتبرت أن لا أهمية له. ليس الأمر كما بدأت جينيفر، لكنها سكتت بسرعة. فإذا شرحت له مخاوف بول، فقد يقبض عليه زوجها لأنه صديق لبيكينغهام لكي يستجوبه، وقد يكون بول مغفلا، ولكن أختها سيسل تحبه، ولا يجب أن تعرض حياته للخطر. إن أعذارك لن تفيدك، قطعها السير آلان بهدوء مخيف. الأفضل لك أن ترحل بسرعة يا بول، قالت له جينيفر، فانحنى الشاب بقلق وخرج. لا داعي لقلقك عليه، فأنا لن ألطخ يدي به. صدقني ليس الأمر كما تعتقد. لن أترك نفسي أخدع مرة أخرى. إيزابيل، وكيف عرفت أنت؟ لقد عثرت في المنزل على رسائل لها. العشيق المجهول، أليس كذلك؟ لقد وجدتها أنا أيضا، وبعد أن قرأتها كسرت النوافذ وأحرقت كل ما كان يخصها. آلان، ومدت يديها نحوه متوسلة. لا يحتمل أي رجل أن يتعرض للخيانة مرتين، أجابها بقسوة. ولكنني لم، أنا لست. اعفيني من أعذارك جينيفر. أوف، يجب أن تصدقني وأن تثق بي. أوه، كنت أثق بك، ولكن خلال هذه السنوات العشر أدركت أن النساء كلهن مثل إليزابيل. ولكني عندما التقيت بفتاة صريحة تزوجتها، ولكنها كالأخريات. أنت لم تأتي إلى لندن من أجلي أنا، كان يجب أن أشك بذلك. كم أنا غبي. أدركت بأنها لن تستطيع إظهار براءتها. ماذا تريد أن تفعل؟ لا شيء، وأنت لا تعتقدين بأنني سأصرخ أمام الجميع وأعلن عن حظي العاثر مع النساء. بكل بساطة سأقيم في غرفة أخرى في هذا القصر، وسأتركك ترفهين عن نفسك معه، ولن يكون بيننا أي كلام آخر. أرجوك صدقني، ليس الأمر كما تظنه. إذن فسري لي سبب وجوده هنا، وأخبريني لماذا كان يمسك بيديك. أنا لم أخنك أبدا. فهز كتفيه. وهذا ما أنكره اللورد هاستينغ، ولكنه كان يدير مؤامرة لقتل الوصي على العرش. حقا يا زوجتي العزيزة، إن أعذارك لا سبيل لتصديقها. انتشرت الشائعات في المدينة كلها، وفي الطرقات كانت تقف مجموعات من الناس يتهامسون بآخر الأخبار. اللورد هاستينغ مات، دوريزيت واللورد ريغرز سيعدما، بينما أخلي سبيل ستانلي برغم الشكوك حوله. واتجه قسم من الجيش إلى الشمال. ترك الدوق ديورك والدته لكي ينضم إلى الملك الصغير في البرج، والسيدة شور أرغمت على إعلان توبتها وندمها علنا أمام العامة. ثبت أنها كانت تحاول إغراء نصف المجلس كي تقنعهم بالانضمام إلى الوودفيل. قالت مارغوريت:
وكانت قد زارت جينيفر بشكل غير منتظر منذ أسبوع. وكانت جينيفر لا تخرج من غرفتها إلا نادرا، وكان السير آلان قد عاملها بقسوة وتركها يائسة دون أن يسأل عنها، ولم تكن تدري كيف ستبرئ نفسها دون تعريض بول للخطر وأختها سيسل للحزن. كيف حال ليدي آن؟ إنها متوعكة وتلازم غرفتها كل الوقت، ولا يتمكن أحد من رؤيتها غير الوصي، ويقال بأنه سيتوج نفسه، ولكن كيف سيتمكن؟ يا عزيزتي، ألا تعلمين ما يجري خلال النهار هذه الأيام الثمانية؟ الجميع يتكلمون عن زواج الملك المتوفي السري من الليدي تالبوت، ولقد علم اللورد بيكينغهام وذهب لإخبار الوصي. وماذا يعني كل ذلك؟ هذا يعني بأن زواج الملك من الملكة الحالية لن ينفع، لأنه كان قد تزوج في شبابه سرا من إلينور تالبوت، وسيكون أولادها غير الشرعيين، وبالتالي سيصبح لورد كلوسيستر هو وريث العرش. هل أكدت الليدي تالبوت هذا الكلام؟ لقد توفيت منذ عدة سنوات ولا يوجد أي وثيقة خطية، ولكن الأسقف أكد أنه هو بنفسه أشرف على زواجهما، ولم يجرؤ خلال حياة الملك على البوح بهذا السر. أما الآن فكان من الواجب أن يعترف ويريح ضميره. الآن طفل سيتربع على العرش، لأن الوودفيل سيحاولون دائما استعادة نفوذهم، وعندما يتوج كلوسيستر سيرضخون لقرار المجلس. ومتى سيتم التتويج؟ لست أدري، ولكن الخياط سينهي ثوبي قريبا. ما هو لون ثوبك أنت؟ أصفر. وكان ثوبها قد أصبح جاهزا، لكنها لا تشعر برغبة لارتدائه. يبدو لي أنك لست على ما يرام يا جينيفر. أنا أشعر بالملل فقط. إن زوجك رجل جذاب حقا، هل تعانين من مشاكل زوجية؟ لا، ولكن الآن إنه دائما مشغول، وأنت تعلمين أنه من أتباع اللورد بيكينغهام. إذن لماذا لا تأتين معي إلى قصر كروسبي؟ وأنا متأكدة أن الدوقة سترحب بك، وقد يشتاق زوجك إليك أكثر عندما تبتعدين عنه. إنها دعوة مثيرة حقا، وستكون أفضل من البقاء هنا حيث... صمتت. كانت تريد أن تقول حيث يعاملني السيد الآن بجفاف ولا يلتقي بي إلا نادرا. حسنا، إنه ليس بعيد من هنا، هل ستوافقين؟ نعم، سأترك له رسالة وسأطلب من جيل أن تنقل بعض حوائجي إلى كروسبي. شعرت جينيفر بالراحة وهي تخرج من هذا القصر برفقة مارغوريت، وكانت مارغوريت تهتم كثيرا بكل الشائعات وتتمتع بروح مرحة. وبعد أسبوعين علمت جينيفر بالثورة التي قام بها الشعب، وكان رجال الجيش ينتشرون بكثرة في الشوارع، وبعضهم يحمل لواء بيكينغهام، والبعض الآخر يرفع لواء الوصي. وعلمت بأن واغان وغراي سيعدمان مع دوريزيت وويغرز. ويغرز هو شقيق الملكة، دوريزيت وغراي هما ولداها من زوجها الأول. فشعرت جينيفر بالشفقة على هذه المرأة التي تحتمي خلف الجدران جدران الدير، وهي لا تعرف ماذا يخبئ لها المستقبل. ولقد كان السير توماس واغان حاجب الملك المتوفى ومخلص للوودفيل. لقد هرب دوريزيت ولن يجدوه بسهولة، والآخرون سيقبض عليهم في بونت فراكت، واللورد بيكينغهام سيتمكن من سحق الوودفيل، ولكن من سينجح في قهره؟ ولكنه رجل نبيل. وهكذا كان الآخرون. لقد كتب لي زوجي بأن سنه سيمنعه من حضوره حفل التتويج، وأنا أعتقد بأنه لن يعيش طويلا، قالت لها مارغريت. وكانت جينيفر تفكر بصمت وتتساءل، هل سيعرف السير آلان الحقيقة؟ وهل سيصدقها ويثق بها؟ فابتسمت لمارغريت وتابعتا سيرهما نحو قصر كروسبي. وبالرغم من أنه أصغر من قصر ويستمينستر، إلا أنه مبني بطريقة أجمل بكثير. يوجد جناح خاص للسيدات، وبما أن زوجك في القصر سيكون لكما غرفة خاصة. انتظريني هنا، سأعود بعد قليل.
قالت لها مارغريت ثم تركتها في غرفة صغيرة. لاحظت جينيفر كتابا كبيرا مفتوحا على الطاولة قرب النافذة فاقتربت وأرادت أن تتصفحه بانتظار عودة مارغريت. هذا الكتاب هدية من اللورد ريفرز. انتفضت جينيفر عندما سمعت هذا الصوت من خلفها. ليدي كالانسي، لم يسبق لنا أن تشرفنا برؤيتك في قصر كروسبي من قبل، قال لها الدوق كلوسيستر مبتسما. كنت أقيم في ويست مينستر ماي لورد. لقد قاطعتك عن القراءة، عفوا. أوه ماي لورد لا بأس، ولكنك قلت بأنه هدية من اللورد ريفرز. وهل هناك غرابة في أن يقدم لي أحد الوودفيل هدية؟ اللورد ريفرز رجل نبيل، لقد أضاعه ولاءه لعائلته. أنت لا تزالين صغيرة على فهم كل هذه الأمور، أتمنى أن يكون زواجك سعيدا كزواجي. شكرا ماي لورد. يوجد مكتبة غنية في هذا القصر وهي بتصرفك ساعة تشائين. وبنفس الوقت فتح الباب فالتفت اللورد. آه بيكينغهام، كنت أنتظرك. وهذا السير كالانسي أيضا، إن زوجتك هنا أيضا. هذا ما أراه، قال السير ألان وهو ينحني. لقد سبق لي والتقيت بالليدي جينيفر، قال بيكينغهام وهو يبتسم، ولديها أخت جميلة جدا. بالمناسبة كيف حالها؟ لا أعرف ماي لورد، فأنا لا يصلني رسائل من قصر الريف. إذا جئت لزيارة القصر؟ إذا لم يكن لدى زوجي أي مانع. ونظرت نحو زوجها متوسلة فاكتفى بانحناءة من رأسه. إذا كانت زوجتي العزيزة ترغب بذلك فليس لدي أي مانع. إذا يجب أن نترككما وحدكما قليلا، سأتناول العشاء مع والدتي في قصر باينارد، هل تأتي معي لورد بيكينغهام؟ بالتأكيد، وكيف يمكنني أن أرفض مثل هذا الشرف الكبير؟ وبهذا الوقت دخلت مارغريت وهي تقول: يوجد غرفة لك في الجناح الجنوبي. ثم سكتت لشدة ذهولها. حسنا أنا قادمة، أجابت جينيفر وهي تتجه نحو الباب، لكن اللورد بيكينغهام ضحك والتفت نحو السير ألان. إن زوجتك تعبة على ما يبدو، رافقها إذن، فأنا واللورد كلوسيستر لن نحتاج لخدماتك اليوم. مد ألان يده نحوها دون أن يتكلم، فأمسكت يده وهي تشعر بالحرج. هكذا إذن قررت زيارة قصر الدوق؟ لقد دعتني مارغريت كما وأنني كنت آمل كثيرا في قصر ويستمينستر. على كل حال في القصر شباب لن يرفضوا أبدا تقديم خدماتهم لك. يوما ما ستعتذر على هذا الكلام يا سير ألان. ستكون هذه أول مرة أقدم فيها اعتذاري إلى عاهرة. عاهرة، فتحت فمها تريد أن تدافع عن نفسها، لكنها عادت واكتفت بكتم غيظها. إنه يتهمها بدون أي دليل، فقط لأن زوجته الأولى كانت تخونه، وجينيفر لا تريد أن تجرح كبرياءها أكثر بالتوسل إليه. بإمكانك أن تفكر كما تريد، أجابته أخيرا بلهجة جافة، فأنا لا أنوي أن أزعجك بمحاولة تبرير نفسي ولا أنا أيضا. وعندما وصلا إلى غرفتهما وبعد صمت ثقيل، قال لها بأن اللورد كلوسيستر سيحدد غدا موعدا للتتويج. إذا بإمكاني أن أرتدي ثوبي الجديد، قالت له بسخرية، ثم أضافت بصوت مرتجف: هوه الآن لماذا لا يمكننا أن نكون أصدقاء؟ فأنا أشعر بالخوف وسط كل هذه المؤامرات التي تحيط بالبلاط. أنت مثل إيزابيل، بإمكانك بابتسامة أن تحصلي على ما تريدين، ولكنني لم أعرف اسم عشيقها ولم أكن أشك بها أبدا قبل أن أكتشف تلك الرسائل. ثم خرج وأغلق الباب وراءه بهدوء، فرمت جينيفر نفسها على السرير وأجهشت بالبكاء. وبعد قليل وقفت أمام المرآة ورأت شحوب وجهها، لقد فقدت أيضا القليل من وزنها. ثم ذهبت لزيارة الليدي آن. أنا لم أنسى أبدا أنني وعدتك بأن أحجز لك مكانا في الكاتدرائية أثناء التتويج. شكرا لك ماي ليدي. عندما غادرنا ميدلهام لم أكن أعتقد بأنني ذاهبة لتتويج آخر. نحن نعيش مرحلة صعبة،
ولا يعلم إلا الله ماذا ستكون حالنا في المستقبل، ولكن تم تحضير كل شيء. هذا ممكن. هذا زوجك يبدو حزينا بدونك، هيا انضمي إليه واجعليه سعيدا قليلا. اتجهت جينيفر نحو زوجها تحت نظرات الدوقة آن وقالت له بدلال: مساء الخير آلان، تبدو منهكا هذا المساء. فأجابها بانحناءة بسيطة وأراد أن يبتعد، لكنها أضافت: الدوقة تعتبرنا زوجين سعيدين، فأنت لا تريد أن تزيد من همومها، وهي لا ترغب حقا بهذا الوضع الجديد، وتفضل أن تعود إلى ميدلهام وتهتم بصحة ابنها. إنها ستقوم بواجبها، أجابها ساخرا: أنا لا أقول العكس، لماذا كلما كلمتك تبحث في كلماتي عن معنى آخر؟ لن أسمح لبراءتك أن تخدعني، أجابها مبتسما بشكل يظن الذي يراه بأنه عاشق كبير. إنك رجل لئيم ووقح، أجابته وردت له ابتسامته الماكرة. ثم اقتربت منهما الليدي مارغريت، فسلم عليها آلان وانحنى لتقبيل يدها وقال لها بلطف: لو لم أكن متزوجا وكذلك أنت، لوقفت أتنهد طول المساء تحت نافذتك. إنك ملاطف مخادع، ولو كنت زوجتك لكنت أغار عليك من كل النساء. واتجه الثلاثة نحو صالة الطعام، وجينيفر تشعر بحزن كبير، إنها تحبه وتشعر بالضعف أمامه، وأخذت تتناول عشاءها بصمت محاولة أن تمنع دموعها. وظل آلان يلاطف مارغريت بشكل أثار غيرة جينيفر. وكان الملك والملكة يقفان وسط حشود من المتحمسين، بينما كان السير آلان يقف بقرب اللورد بيكينغهام ويبدو عليه القلق. وأشرف الكاردينال بورشيه بنفسه على حفل التتويج، وكانت الكاتدرائية كلها مضاءة بالمشاعل والتي ينعكس نورها على أسلحة الفرسان وفساتين السيدات. وعندما أطل الملك والملكة على الجماهير المحتشدة حول الدير، استقبلوه بالتصفيق وبالفرح. عندما عاد الموكب إلى ويست مينستر، جلست جينيفر مع مارغريت أمام إحدى الطاولات، وجرى احتفال كبير وسكب الخمر، وكانت أغاني وابتهاج الشعب تصل إلى المسامع من بعيد. وكانت الفرقة الموسيقية تعزف ألحانا جميلة، وبدأ النبلاء يدعون السيدات إلى الرقص، فتقدم السير آلان من زوجته ودعاها للرقص بكل سرور ومدت يدها له. سيعود النظام والأمان للمملكة، وبإمكاننا أن نثق بريتشارد كلوسيستر، وسيساعده اللورد بيكينغهام الذي لولاه لما اكتشفت مؤامرة هاستينغ. كان السير يراقصها برشاقة، وشيئا فشيئا انسجمت مع الموسيقى. اقترب الثنائيون وأخذ كل رجل يحمل رفيقته ويقبلها على شفتيها بشكل أثر كثيرا على السفراء الأجانب المدعوين لهذا الاحتفال. لا يجب علينا سوى أن نحاول إرضاء الجمهور. يا زوجتي العزيزة، أنا متأكد من أنك لا تريدين أن تبحثي عن رفيق آخر. ثم تركها وعاد إلى حيث تجلس مارغريت، فاقترب شاب من جينيفر ودعاها للرقص، ولكن آلان كان قد أمسك بذراع مارغريت، وشعرت جينيفر بالحرج. عفوا، أشعر أنني متعبة جدا، أجابت جينيفر الشاب، ثم هربت من بين الحشد الراقص وأسرعت إلى الدير في الظلام. تفاجأت جينيفر عندما رأت الملكة آن تجلس على ركبتيها في الكنيسة ووجهها شاحب، فانقبض قلب جينيفر، فالتفتت الملكة إلى الخلف مرعوبة. هذه أنا يا صاحبة الجلالة، جينيفر كارانسي، أنا آسفة، لقد قطعت عليك تأملاتك. لا لا، أنا أحاول فقط أن أستجمع قواي. ولكن لا يجب أن تكوني وحدك هكذا، قالت لها جينيفر بقلق. نعم، والجميع يهتفون عاش الملك عاشت الملكة، ولكنني بعد اليوم لن أستطيع التنزه وحدي في قصري خوفا من محاولات القتل. هذا اليوم متعب جدا، حتى ريتشارد كلوسيستر يشعر بالتعب، وهو يحضر للسفر إلى الجنوب مع اللورد بيكينغهام، فهو الملك الآن وسيعمل لصالح البلاد، وسيصبح ابننا أمير الغال، وأولاد الوتفيل سيعاملون باحترام،
وستمنح الفتيات هبات كبيرة، وستؤمن لوالدتهم ضمانات كي تعود للقصر بأمان. اللورد بيكينغهام رائع هذا اليوم. نعم، إنه رجل جميل، وريتشارد يحبه وسيكافئه وسيكافئ كل الرجال الذين ساعدوه. أنت متعبة سيدتي، هل جئت إلى هنا للصلاة يا جينيفر؟ أتمنى ألا يهملك زوجك كثيرا من زحمة واجباته الكثيرة. تمنت جينيفر لو أنها تستطيع أن تشرح للملكة همومها، ولكن لدى الملكة مشاكل تكفيها. لا، ولكنني أشعر بحنين إلى قصر والدي. وأنا أيضا، خاصة وأن ريتشارد سيكون له مشاغل كثيرة، وقلما سنجتمع معا، ولن أستطيع مرافقته في رحلته الجديدة، وصحتي لا تسمح بذلك. ولكنني سأنضم إليه في وورويك، أترغبين بالانضمام إلي؟ شكرا لك يا صاحبة الجلالة. إنك مختلفة عن الأخريات يا جينيفر، وأنت الوحيدة التي لم تطلب مني شيئا. حتى زوجة ألان الأولى كانت دائما تطلب مني أن أحضر لها زجاجات العطر، وكان اللورد بيكينغهام يحملها لها ويهديها أيضا الفاكهة التي يستوردها مباشرة من أجلها. اللورد بيكينغهام؟ نعم، لقد أمضى أسابيع طويلة في الشمال قبل أن يعود إلى زوجته. أعترف أنني كنت أتضايق من رؤيته تائها في السن العشرين. أتقصدين أن الليدي إيزابيل واللورد بيكينغهام لم يكن بينهما سوى بعض التنهدات؟ على كل حال، إيزابيل ماتت بعد فترة قصيرة. هل أتباع اللورد هاستينغ بخطر الآن بعد إعدام سيدهم؟ إن أحد أصدقائي نقل رسائل للورد هاستينغ ويخشى على نفسه كثيراً. لا داعي للقلق، بإمكانك أن تطمئنيه بأن الملكة لا يحمل لهم أي ضغينة. ثم أخرجت الملكة خاتما من إصبعها وقدمته لجينيفر عربونا لصداقتهما. إذا شعرت بأن أي خطر يهددك يا صاحبة الجلالة سأرسل لك هذا الخاتم فورا. أتخشين شيئا؟ لا يا صاحبة الجلالة. وبهذا الوقت دخل اللورد بيكينغهام وقال للملكة أن الملكة يريدها بجانبه. نهضت الملكة وفضلت أن تعود وحدها. هل أستطيع مرافقتك سيدة جينيفر؟ شكرا ماي لورد. فأمسك يدها، فتمنت جينيفر أن يراها ألان برفقة هذا الرجل كي تجد مناسبة للاعتراف له بحقيقة بول هافر عندما زارها في غرفتها. هل تشعرين بالوحدة؟ قليلا. يجب أن تجد الابتسامة دائما على فمك، إن عيونك جميلة جدا ووجهك منير على عكس وجه الملكة الشاحب. أنا أعتبر ليدي آن أجمل النساء. للأسف انتهت الحفلة، وإلا كنت أتمنى أن أدعوك للرقص. ثم تغيرت لهجته وودعها وابتعد قبل أن يسمع جوابها، فنظرت حولها تبحث عن زوجها فلم تجده وشعرت بالغيرة. أيكون قد انسحب مع مارغريت؟ ولكن مارغريت اقتربت منها بنفس الوقت وأخبرتها بأن السيد ألان وبعض النبلاء توجهوا إلى إكسفورد للإعداد لسفر الملك. هذه الليلة مستحيل، ألم يقل شيئا آخر؟ يطلب منك البقاء في لندن، وإذا أردت بإمكانك العودة إلى يوركشاير. شعرت جينيفر بالخيبة وقررت أنه عندما سيعود زوجها ستخبره بموضوع بول هافر، خاصة بعد أن طمأنتها الملكة على أمان أتباع هاستينغ. توجه الملك في جولة على الضواحي، بينما اتجهت الملكة وحاشيتها إلى وينتسور، وأصبح قصر ويست مينستر هادئا. فكانت جينيفر تتناول وجبات الطعام في الصالة الكبيرة مع القليلات اللواتي بقين هنا، وتتوجه أحيانا إلى المدينة مع رالف. وكانت أكثر ما تكره هو الليل الطويل، وكان السير ألان قد ترك لها الخيار بين البقاء هنا والعودة إلى كارنسي، ولم يرسل لها أي رسالة، ولكنها كانت تعيش على أمل عودته كي تشرح له كل شيء وتعود السعادة بينهما. وأرادت يوما ما أن تزور البرج وتتذكر ذلك اليوم الجميل الذي قضته برفقة زوجها، فنزلت إلى المركب الذي كان يسير بين البساتين بهدوء. وعندما وصلت إلى القرب من أقفاص الحيوانات سمعت ضحكة طفل صغير، فالتفتت فرأت ابن الملك إدوارد يلعب بالقوس وأمامه شاب ينظر إليه.
لابد أنه شقيقه الدوق ديورك، وكانت تعلم أنهما تحت الحماية مع والدتهم. وفجأة اقترب منها حارسان وسألاها: أتبحثين عن شيء ما يا سيدتي؟ لا، كنت أتأمل هذين الولدين، أهما؟ إنهما أبناء الملك الغير شرعيين، وهما يتمتعان هنا بحماية كبيرة، وسيمنحهما الملك عند عودته أراضي كبيرة وأحد القصور. ولكننا سنذهب بعد يومين، وسيتولى هذا العمل الخدم. لا نعرف، ولكن اللورد بيكينغهام رجل كريم ومتسامح. أهو بيكينغهام الذي طوعكم؟ نعم، بأمر من الملك. ولكن ماذا تفعلين هنا؟ جئت لمشاهدة الأسود. تابعت جينيفر طريقها وهي تشعر بقلق كبير. ولكن لماذا أعاد اللورد بيكينغهام الحراسة على الأولاد؟ كان صاحب المركب الذي أعادها كثير الثرثرة. هل كان صديقك لطيفا معك يا سيدتي؟ سألها بابتسامة ساخرة. أنا متزوجة. هذا ليس غريبا، فأكثر النساء المتزوجات يستأجرن مركبي للقاء عشاقهم. على كل حال أنا آسف، هل رأيت الأمراء؟ الأمراء؟ نعم، إنهم أمراء، وإذا كانوا غير شرعيين أنا أتمنى لهما أن يتمكنا من العيش بسلام. أتعتقد بأنهم في خطر؟ يقال بأن الملك يريد أن يتخلص منهما، لقد أخبرني أحد رجال بيكينغهام بذلك، ولكنني لا أعتقد أن ريتشارد دي كروسيستر مجرما لهذه الدرجة. ولا أنا أيضا، أجابته جينيفر بهدوء. ولكنك تعلمين بالتأكيد أن الملك لديه ولد، ولكنه كما يقال ولد مريض وهزيل. وعندما وصلت إلى الرصيف رمت للمراكبي قطعة نقود ووعدته بأنها ستعود لاستئجار مركبه مرة ثانية. في اليوم التالي وصلتها رسالة من والدها، وأخبرها رالف بأنها وصلت منذ أسبوع إلى قصر كروسبي، ففتحتها بقلق كبير. ابنتي العزيزة، أكتب لك لأنني أريد الإطمئنان عليك. نحن هنا جميعنا بخير، ولقد قلقت كثيرا عندما أخبرني بول هافر عن تدخله في نقل رسائل اللورد هاستينغ، وأخبرني بأنه استدان منك بعض المال كي يتمكن من الهرب. إنه شاب أحمق، ولكنه مثالي لأختك الحمقاء التي ترفض كل الرجال من أجله. أتمنى أن يكون البلاط قد علمك كيف تحافظين على لسانك. إنك اليوم زوجة محترمة. اكتبي لي عما يجري بعد حفل التتويج، وأنا متأكد من أن زوجك يعاملك بطريقة جيدة، وهو صديق لبيكينغهام، وأتنبأ له بمستقبل باهر. يقال هنا بأن الدوق هو الذي سمح بتولي ريتشارد الملك عندما كشف عن زواج الملك السري، والسيد بول هافر يشكرك كثيرا، ولم يعد عليه أي خطر، ولقد تحسنت قدمي قليلا. أرجو ألا تتأخري بالكتابة إلي، السير توماس ريف. وهكذا سيتحقق حلم سيسل وبول. فنهضت جينيفر واتجهت نحو الكنيسة الدير كي تشعل شمعة وتتمنى السعادة لسيسل وبول، وكي تصلي كي يعود زوجها بسلامة ويعود الحب والسعادة ليرفرف عليهما. كانت الكنيسة مظلمة وهادئة، وكانت هناك بعض السيدات يصلين. فتقدمت جينيفر وأشعلت شمعتين وأخذت تدعو ربها بحرارة: يا رب، أرجع لي زوجي السير ألين بسلامة، واجعله يستمع لي ويصدقني. وكانت تركع على ركبتيها أمام تمثال العذراء، وظلت هكذا وقتا طويلا. وفجأة سمعت أصواتا ليست بعيدة عنها في الناحية الأخرى: لا يوجد أي خطر إذا تحركنا بسرعة، ريتشارد مشغول ولا يرى أبعد من أنفه، وسأبذل جهدي كي لا يصل شيء إلى مسامعه. إنه صوت اللورد بيكينغهام، فأصغت جيدا. ولكن يجب عليك أن تغادر لندن، أجابه صوت امرأة لم تستطع جينيفر معرفة صاحبته. من الضروري أولا أن أنضم إلى الملك، وبعد ذلك سأخبره بأن أمرا ضروريا يضطرني للعودة إلى قصري في بيركون. وبإمكانك أن تطمئني الكونت ريموند بأن مصالحه تهمني كثيرا، فالمقاطعة الجنوبية أصبحت جاهزة للثورة. إذن
هذه الليدي مارغريت ستانلي والدة جون غانت. ماذا سأقول للسيدة إليزابيث؟ الأفضل أن تبقى هي وبناتها تحت حماية الكنيسة إذا كانوا لا يزالون أحياء. يا للأمراء المساكين، إن ريتشارد يكره الوودفيل ويخاف منهم على عرشه. ثم ابتعدا، وظلت جينيفر تفكر بأن بيكينغهام كان على اتصال بهنري تيودور بواسطة الليدي ستانلي. ومن الواضح أن الملك ريتشارد كروسيستر وأطفال الملك في خطر. ثم عادت إلى البرج. لقد كانت الملكة محقة عندما قالت لها بأن بيكينغهام قد يخون القصر كما فعل كلارنس. عندما وصل المركب إلى البرج، أمرت المراكبي في أن ينتظرها، وكان هناك الكثير من الناس ومن الحرس. وبينما هي تسير، التقت بأحد الحارسين اللذين رأتهما أمس. صباح الخير، يبدو أنك تحبين هذا المكان يا سيدتي. أنا فضولية مثل كل الذين هنا. أصحيح أن الوودفيل لن يعود إلى هنا؟ أنت تطرحين الكثير من الأسئلة يا سيدتي. وما الضرر في ذلك؟ فأنت حارس وتعرف إذا كان الأمراء الصغار لا يزالون هنا. لست أدري، ولكنهم تحت الحماية. تعالي معي سيدتي. ثم اصطحبها إلى ممر طويل وأمام حائط أبيض. ماذا تريدين؟ لا شيء، وأنا أيضا، أنا أقوم فقط بالحراسة، وعندما أذهب للراحة لا أعلم ماذا يحصل بغيابي. الأفضل لك أن تجدي مكانا آخر أكثر أمانا من هنا، كي لا تلتقي بأحد الحرس الذين لا يعجبهم فضولك. ثم عادت إلى المركب الذي كان ينتظرها، وتمنت لو أنها تلتقي بزوجها وتجد الأمان بين ذراعيه. في المساء كانت تجلس في غرفتها وتتساءل ماذا تستطيع أن تفعل. إذا أرسلت رسالة للملك فقد لا يقرأها، وإذا ذهبت بنفسها فالطريق ستكون خطرة، وهي لا تعرف في أي مدينة هو موجود. وفجأة دخل رالف وأخبرها بأن السيدة ستانلي تدعوها لتناول العشاء هذا المساء في جناحها الخاص. الليدي ستانلي؟ نعم يا سيدتي. في جناحها الخاص؟ هذا أمر غريب. ولكن يا رالف، هل تعرف أين وجهة سير الملك وحاشيته؟ أعتقد أنهم متجهون نحو الشمال، ولست أعرف إلى أين بالتحديد. هل سمعت بعض الإشاعات؟ نعم يا سيدتي. رالف، أريدك أن تحمل شيئا مني لجلالة الملكة. يا إلهي، ولكن ماذا سأقول لها؟ فقط ستعطيها هذا الخاتم. وخلعت الخاتم الذي أعطته لها الملكة وناولته لرالف. خبئه جيدا وأعطه للملكة فقط شخصيا، وإذا رآني الملك أو السير آلان بالقرب منها، قل لزوجي بأنني أهديه السلام وبأنني سأبقى زوجته المخلصة والمطيعة. وأنت سيدتي؟ سأبقى هنا وسأتناول العشاء مع الليدي ستانلي. هيا أسرع وخذ حذرك. وأنت أيضا سيدتي، لقد أوصاني سيدي بالسهر عليك. خبأ رالف الخاتم في جيبه جيدا وانحنى قليلا ثم خرج. وتساءلت جينيفر لماذا تدعوها الليدي ستانلي للعشاء، وهي لم تكن تعتقد أنها تعلم بوجودها في ويستر مينستر. فأسرعت وارتدت ذلك الثوب الذي لبسته في حفل التتويج، ووجدت أن شعرها ليس مرتبا وبأنها بحاجة إلى إحدى الخادمات لمساعدتها في تسريحه. فخرجت من غرفتها ودخلت الممر، ولاحظت أن رجلين يقومان بالحراسة، ولاحظت أنهما من كتيبة الدوق بكينغهام. لماذا وضع رجالا أمام الباب؟ فشعرت بالقلق وعادت إلى غرفتها وحملت معطفها وسرحت شعرها بسرعة وغادرت غرفتها وقلبها يدق أمام هذين الرجلين. وبعد قليل سمعت خطواتهما وراءها، فأسرعت أكثر وركضت نحو الإسطبل حيث يوجد حصانها، فركبته بسرعة وخرجت من القصر. قد تتمكن من اللحاق برالف، ولكنها بذلك تؤخره عن إيصال الرسالة، وقد يكون لورد بيكينغهام قد أرسل أحد الحرس خلفه. فالأفضل لها أن تتجه نحو الشمال الشرقي باتجاه قصر والدها، حيث ستنتظر زوجها أو تعود إلى كالنسي. بدأ المطر ينزل، ولكن الشوارع كانت لا تزال مزدحمة. فتوقفت جينيفر في أحد الفنادق
حيث ذهبت مرة مع زوجها لتناول العشاء فيه، وكانت تعلم أن صاحب الفندق صديق لزوجها. أهلا ليدي كارنسي، لا يجب عليك أن تتجولي في مثل هذا الوقت. يجب أن أغادر لندن هذه الليلة ماي ليدي. أنت صديق زوجي أليس كذلك؟ هل يمكنك أن تساعدني في مغادرة المدينة؟ إلى أين تريدين الذهاب؟ إلى سروبشاير، وذلك لأمر في غاية الأهمية. إلى سروبشاير، ولكن يلزمك 10 أيام من السير. اسمعني، يجب أن أبتعد دون أن يعلم أحد بذلك. لدي 4 رجال أثق بهم تماما، وأحدهم من ورسيستر وهو يعرف الطريق جيدا، ولكن هناك شائعات عن ثورة، ويقول البعض بأن الكونت ريموند يحاول أن يحتل البلد، ويقول آخرون أن اللورد بيكينغهام يحاول أن ينصب نفسه ملكا. سأجعل جيمس وروب يرافقانك. جيمس هو الذي يعرف الطريق جيدا، وكلاهما مخلصان. بعد ساعة كانت جينيفر برفقة هذين الشابين تغادر لندن نحو الغرب باتجاه الغابة التي تحيط ببونسور، وكان المطر لا يزال يتساقط، وكانت جينيفر تتلفت خلفها وهي تشعر بأنها ملاحقة. وبعد قليل تأكدت بأن قلقها لا مبرر له، ولم تكن جينيفر متأكدة من أن دعوة ليدي ستانلي لها للعشاء هي فخ حقا، وإلا لكان حرس بيكينغهام عرف باتجاه سيرها. ولكن صاحب الفندق رجل مخلص، ولا أحد آخر يعرف بأنها تعرفه، ونصحها مرافقها روب بأنه من الأفضل أن يبيتوا ليلتهم في أحد أكواخ الصيادين. وهكذا بعد أن وجدوا أحد هذه الأكواخ نامت جينيفر، بينما تناوب الشابان على الحراسة خوفا من اللصوص، وكانت قد دعت ربها لكي يتمكنوا من متابعة سفرهم غدا دون أن يلتقوا بأي كائن حي. وفي اليوم التالي اتجهوا نحو أوكسفورد مرورا بمقاطعة كلوسيستر برغم وعورة الطرقات. ولو كانت الظروف مختلفة لوجدت جينيفر سعادة في التنزه في هذه المنطقة الريفية والتي لم تزرها من قبل، ولكن همها الوحيد الآن أن تصل بأقصى سرعة إلى قصر الريف عند والدها. وأدركت في الطريق أن الشائعات تسري في كل المناطق، والكل يتحدث عن اللورد بيكينغهام وعن مؤامراته حول الأمراء الصغار. وأدركت أن اللورد نورفولوك يتجه نحو الكونت كي يوقف التمرد والعصيان، واللورد بيكينغهام يتجه إلى بريكون كي يحمل السلاح، ولا أحد يعلم إلى أي جانب سيحارب. وسمعت بأن الملك ريتشارد موجود في يورك كي يعلن ابنه أميرا للغال، ويقال بأن رجالا يتجهون إلى لستر تحت لوائه، وبأن لورد ستانلي نصحه بالتصرف بسرعة كي يقف بوجه بيكينغهام. هذا يثبت أن ستانلي له يد في كل الميادين دون أن يتمكن من السيطرة على زوجته، والتي تحاول أن تبدو كتقية ورعة. وكان المطر لا يزال يتساقط، والسماء ملبدة بالغيوم، والتقوا في طريقهم بكتيبة من الحرس. وبدافع الفضول خطرت جينيفر وتوقفت لتسأل رئيسهم: إلى من تنتمون وفي أي اتجاه ذاهبون؟ نحن في خدمة السير ويليام ستونر من مقاطعة أوكسفورد ماي ليدي، ونحن ذاهبون للانضمام لقوات لورد بيكينغهام، ولكن في الطريق أخبرونا أن واغان قرر الانضمام إلى الملك ريتشارد، وهكذا قررنا التوجه إلى لندن. الأفضل لكم أن تعودوا إلى بيوتكم، لقد علمت بأن المؤامرة قد أحبطت. إذن سيكون الدوق في بريكون مع بعض الفرسان، أجاب أحد الحراس، فأشار له رئيسه أن يسكت، ثم سأل جينيفر: أتعلمين لمن سيكون العرش ماي ليدي؟ يقال بأننا نحارب من أجل رجل من تيودور، والسير ويليام يعلن بأن بيكينغهام يجب أن يكون ملكا، ولكنني أعتقد بأن ريتشارد هو الملك. نعم، إنه هو الملك، وهو صاحب الحق بذلك، أجابته جينيفر. إذن سنعود من حيث أتينا، قال الرئيس لجنوده. نظرت إليهم جينيفر وهم يبتعدون، وهي تفكر بزوجها الآن،
وشعرت بأنها لم تفكر به عندما أرسلت الخاتم للملكة، فهو صديق لبيكينغهام فقد يكون متواطئا معه، وشعرت فجأة بأنها ستختنق. ويوما بعد يوم كانت المسيرة تتقدم، ولم تستطع جينيفر أن تبدل ثيابها أو تريح عضلات جسدها والتي أصبحت تؤلمها، وكان رفيقاها قويان لكنهما يميلان إلى الصمت ويعاملانها باحترام كبير كونها سيدة من طبقة راقية وزوجها رجل مهم. كانت جينيفر تفكر بزوجها آلان وتتساءل إذا كان متورطا في مؤامرات بيكينغهام، فإذا فشل بيكينغهام سيكون مصير زوجها الإعدام، وشعرت بالذنب لأنه إذا أعدم تكون هي التي دفعت برأسه من على المقصلة. عندما اقتربوا من قصر الريف بدا برجه العالي من بعيد، وكان المطر قد خف قليلا، فأحست بأن قلبها سيطير من الفرح لرؤية هذا المنزل الذي قضت فيه طفولتها، ومع ذلك كانت تحس بالغربة وكأنها ليست في منطقتها، وتفاجأت بأنها تشعر بالحنين إلى قصر زوجها في كالانسي. جينيفر، يا إلهي، إنها جينيفر! أسرعت مولي المربية للقائها، وتبعتها سيسل، بينما بقي السير توماس والدها يقف أمام الباب يمد ساقه. قفزت جينيفر من على صهوة جوادها، وقد عادت إليها ذكريات الطفولة، ونسيت فجأة متاعبها. لقد عادت من جديد إلى قصر الريف لتكون بقرب والدها وشقيقتها سيسل، لكنها لم تعد تلك الفتاة نفسها التي غادرته، إنها الآن امرأة. اعتقدت أنك ستبقين معنا إلى أن يرسل السير آلان أحدا خلفك، قال لها والدها بقلق عندما روت له جينيفر كل ما حصل في لندن والسبب الذي دعاها للهرب. لقد كان يعتقد بأن زوجها يعلم بأنها ذاهبة إلى سروبيشاير، ومع ذلك لم تحاول جينيفر أن تجيب آماله. إنه رجل متعقل ورزين، أضاف والدها. بإمكانك أيضا يا سيسل أن تكوني سعيدة إذا كان بول هافر يملك نصف مميزات السير آلان. لندن الآن مكان ليس مناسب لوجود سيدة في هذه الظروف المتوترة. وعلمت جينيفر بأنه أرسل بول لشراء بعض المواشي، وسيكون زواجه من سيسل في عيد الميلاد. إنه زواج حب، قال السير توماس باستهزاء. أنا لم أناقشه عندما قرر الذهاب إلى لندن، مع أنه عرض نفسه للخطر في نقل الرسائل لذلك الوردفيل اللعين، ومع ذلك لا يزال لدي بعض الأمل فيه. ولكن سيسل كانت معجبة جدا بزوج المستقبل. إن دخوله الدير برغم الحراسة المشددة دليل على الشجاعة، ولقد تمكن من الهرب وتخلص من الذين أعدموا اللورد هاستينغ. لقد تجمد دمي عندما أخبرني عن كل المخاطر التي واجهها، وكل ذلك لكي يتمكن من إقناع والدي بالموافقة على الزواج مني. قبلت جينيفر أختها بحنان ثم ارتدت معطفها واتجهت نحو الكنيسة. لم يعد فصل الصيف الماضي سوى ذكرى بالنسبة لجينيفر، والهواء والمطر ينذر بشتاء قاسي، وقد تطول الحروب وقد لا تصلها أي رسالة من السير آلان زوجها. كانت الكنيسة الصغيرة باردة ومظلمة، فأشعلت جينيفر شمعة كما فعلت ذلك اليوم عندما توجهت إلى كنيسة الدير، ودعت ربها لكي يعود زوجها سليما ومعافى. يا ربي، أرجوك أن تعيده لي سليما ومعافى، أتمنى أن يكون دعاؤك هذا من أجلي أنا. جاء هذا الصوت من الظلام، فتجمدت يداها على الرخام وشعرت بأن أنفاسها تقطعت، فالتفتت نحو الجهة التي صدر منها الصوت. هل أخفتك؟ لا لورد بيكينغهام، أجابته بوضوح رغم دهشتها الكبيرة. لا ماي لورد، لست خائفة. أنت محقة، فأنا لست سوى هارب متشرد، وليس لدي أي قدرة على إلحاق الأذى بك. هل سقطت المؤامرة؟ إنها لم تبدأ أصلا، لم يثر أحد على الملك ريتشارد. هنري تيودور نفسه فضل الانتظار، والمطر أيضا أثر في كل ذلك، لأن الأنهار معرضة للطوفان والجسور أصبحت تشكل خطرا، ولم يستطع رجالي أن يحصلوا على رواتبهم فقرروا التخلي عن مهامهم.
ولكن لماذا اشتركت في هذه المغامرة؟ سألته بدهشة واستغراب. كي أبعد عن العرش هذا المغتصب للملك، أجابها وهو يهز برأسه. ولكنك أنت الذي سمحت لريتشارد دي كلوسيستر بأن يصبح الملك ريتشارد الثالث، أنا أعلم ذلك، وكنت أعتقد بصدق ادعاءاته ووعوده، وكنت أتخيله سيكون ملكا عادلا وطيبا، ولم أكن أعلم لأية درجة يكره الوودفيل وبأنه لا يزال يحقد عليهم. الحرمان من الإرث شيء فظيع، لكن اغتيال الأطفال جريمة تغضب الله. الأمراء الصغار، نعم لقد قتلوا وبأمر من الملك ريتشارد نفسه. كنت قد سمعت شائعات عن نواياه ولكنني لم أكن أصدق ذلك. ويقال أيضا بأن الوودفيل كانوا يريدون أن يعملوا على تربيتهم، وبعد ذلك استبدل الحرس بخدم. بأمر منك أنت، أنا أوقع أوراقا كل يوم ولا أقرأها كلها. كنت مستعجلا للانضمام إلى الملك كي أعرف منه الحقيقة، ولم أكتشفها للأسف، ولقد اختفى الأطفال، وأنا متأكد أن ريتشارد قتلهم. الانتقام شيء فظيع عندما ينال من أبرياء الصغار، لقد كانوا مجرد أطفال. كان يبدو وكأنه يتكلم بصدق، وكان وجهه قاسيا، فتأملته وترددت وهي تتساءل إذا لم يكن هو نفسه الملك، ورغم ضعفه وحرجه ليس شيطانا فظيعا. قد يكون الوردفيل قد نجحوا حقا في تخليصهم، قالت جينيفر بصوت مرتجف. السيدة إليزابيث أكدت للليدي ستانلي بأنها لم تسمع أي أخبار عنهم. هل أنت متأكد من موتهم؟ بأمر من الملك ريتشارد، أجاب بمرارة. ولكنني لا أستطيع أن أثبت شيئا لأنني وحدي الآن، ويطاردونني كأنني حيوان مفترس. ولكن لماذا جئت إلى هنا؟ كان والدك من أتباعي اللونكاستر، لقد مضت سنوات طويلة على ذلك، وهو الآن يكره السياسة. ولكنه استقبلني بحفاوة عندما زرته في نهاية الشتاء الماضي. استقبلك كما يستقبل أي رجل نبيل، ولكنني متأكدة من أنه لن يساعد أي خائن. خائن ضد مغتصب الملك. ولكن هل زوجي متآمر معك في هذه المغامرة؟ سألته جينيفر بقلق. فهز اللورد بيكينغهام رأسه بالنفي وأجاب: السير ألان دي كالانسي هو مع ريتشارد الملكي منذ البداية. عند سماعها جوابه شعرت جينيفر بالراحة والإطمئنان، وأدركت أن ولاء زوجها للملكي كان أقوى من صداقته لبيكينغهام، وشعرت بالخجل من نفسها لأنها استطاعت أن تشك لحظة بولائه وبإخلاصه للملك. ولكن لماذا جئت إلى هنا؟ جئت لكي أطلب مساعدتك، لأنني أعتقد برحمتك ورأفتك كما أعتقد برزانة عقلك. رزانة عقلي؟ كنت أعلم وأنا في البلاط أنك والسير ألان لا تتشاركان غرفة نوم واحدة، لابد أنه مشكلة خاصة بينكما، ومن غير اللائق البحث عن تجنب ذلك، ولكنني أجرؤ على أمل. ثم ابتسم، وكان برغم ملابسه الموحلة والتعب الظاهر على وجهه لا يزال يبدو وسيما جدا، لكن سحره لن يؤثر أبدا على جينيفر والتي تحب زوجها كثيرا. لا، لا يمكنني أبدا أن أتصرف بعكس مبادئ زوجي. إذا قبض علي سأعدم، والنساء مخلوقات رقيقات ورحومات. ولكنك لا تجيبني بوضوح، ماذا جئت تفعل هنا؟ صدقيني، أنا لا أقول سوى الحقيقة، يجب أن تصدقيني. صرخ وأمسك يديها بين يديه. إذا كان الأمراء قد ماتوا فهذا بناء على أوامر الملك ريتشارد، فكرت جينيفر، إنها لا يمكن لها أن تثق به، مع أن لديها إحساس بأنه صادق. وقد يكون الملك ريتشارد بسبب كرهه الشديد للوودفيل أعطى الأوامر لقتل الصغار، وقد يكون بيكينغهام نفسه هو الذي أصدر هذا الأمر، وهو ينكره الآن على أمل أن ينقذه الوودفيل. أنا لا أطلب منك سوى ملجأ أمضي فيه ليلة أو ليلتين، ولست بحاجة لكي تخبري والدك.
لقد تركت جوادي مربوطا في الغابة وقد لا يلاحظه أحد. هيا أرجوك من أجل الصداقة التي أكنها لزوجك لا ترفضي تقديم هذه الخدمة لي. الصداقة؟ إن الصديق لا يخون صديقه مع زوجته أثناء غيابه. لقد وجدت رسائل خاصة في جارور سري. لكن ذلك لم يكن سوى جنون عابر. كنت شابا طائشا والليدي إيزابيل كانت جميلة جدا وكانت لطيفة معي. لقد أعدت إليها الرسائل وانفصلنا كأصدقاء فقط. وتأسفت كثيرا عندما سمعت خبر موتها، ولكن لم تكن تلك سوى مغامرة صغيرة لا تعني لي شيئا. وكذلك الشرف لا يعني لك شيئا. عندما كان الملك المتوفى لا يزال مريضا قمت بجولة على المقاطعات كي تؤمن لنفسك المساندة في المستقبل. وأنت الذي أقنع الوصي كي يوقف اللورد ريفرز، وأنت الذي كشفت عن زواج نورتاليوت، وأنت الذي اكتشفت مؤامرة اللورد هاستينغ، وأنت الذي نشرت كل هذه الإشاعات عن موت الأمراء الصغار، والآن تريد أن تورطني في خداعك وأنا أخدع زوجي كما فعلت الليدي إيزابيل. لقد حرثت الوردفيل ضد كلوسيستر وكلوسيستر ضد تيودور. تتآمر مع واحد وتداهن آخر، وكل ذلك بهدف الوصول إلى عرش إنجلترا. وكان الناس يضطهدون وأنت تزرع الموت خلفك، وأنا أرفض أن أستمع لك وأرفض مساعدتك. وبهذا الوقت بالذات دخل آلان إلى الكنيسة وثيابه مليئة بالوحول وشعره منكوش. آلان، نظر الدوق بكينغهام لصديقه القديم بخوف ممزوج بالأمل وقال: هل جئت لمساعدتي أم للقبض علي يا سير آلان؟ لا أنوي لا مساعدتك ولا القبض عليك، إن رجال الملك سيصلون قريبا وجئت أحذرك بدافع الصداقة التي كانت بيننا، ولا أنوي أي شيء آخر لأنني أعرف بأي خداع تصرفت مع زوجتي. أكنت تعلم بموضوع إيزابيل؟ سألته جينيفر بدهشة. لقد نجح وكيلي في الوصول إلى موكب الملك وهو يحمل خاتما للملكة من جينيفر والذي يحذرها من خيانتك، ولكن ريتشارد كان قد بدأ يشك بك وطلبت الملكة مقابلتي وأخبرتني بعلاقتك بزوجتي الأولى إيزابيل. لقد خدعتني طويلا ويجب أن أقتلك، لكنني لن أفعل. والآن اذهب قبل أن يستيقظ غضبي، وقد يكون لا يزال لديك أصدقاء في منطقة أخرى. انحنى الدوق بكينغهام واتجه نحو الباب، ثم التفت مرة أخيرة وقال: هناك شيء يجب أن تصدقه، أنا لم أفعل أي شيء يضر بالصغار، وكل الباقي أنا مذنب فيه حقا، ولكنني لست مشتركا بقتلهم. وعندما خرج بكينغهام سألت جينيفر زوجها: هل سيسامحه الملك؟ لن يراه ريتشارد مرة ثانية، ولقد أصدر أمرا بقتله. والأمراء الصغار؟ لا أحد يعلم عنهم شيئا، ولكن ريتشارد يعتقد بأن بكينغهام اغتالهم لكي يرضي هنري تيودور، ولكن لم يعلن شيء حتى الآن. هل تصدق ما يقوله ريتشارد؟ أنا لست بمستوى أن أشكك بكلامه. أتعلم بأنني لم أخدعك أبدا؟ سألته بصوت منخفض وهي تنظر إلى عينيه. أعرف ذلك، لقد جاء السيد بول هافر وبحث عني وروى لي كل شيء. كان يخاف أن يكون وجوده في غرفتك ذلك اليوم قد أثار سوء تفاهم بيننا، خاصة بعد أن علم بأنه لا خطورة عليه، وأخبرني كيف ساعدته من أجل أختك سيسل. كان يجب أن أخبرك ذلك قبل الآن. لا، كان يجب أن أصدقك منذ البداية، ولم يكن يجب علي أن أرفض الاستماع إليك. وبعد أن وجدت السعادة معك أعمتني خيبة الأمل. لقد حكمت عليك بمظاهر بسيطة ولم أدع لك فرصة الدفاع عن نفسك، ووصفتك ب... لا، لكن الحب قادر على السماح والعفو. الحب؟ ألا تزالين تحبينني كي تنسي إهانتي لك؟ لقد أحبك أكثر مما مضى. كنت أريد أن أخبرك الحقيقة عن بول، لكنني وعدته بالمساعدة ولم يكن بإمكاني خيانته. وأتمنى أيضا أشياء كثيرة منك بالإضافة إلى الحب والشرف والإخلاص.
كان ينطق هذه الكلمات بحنان كبير، وعيونه تعبر عن حب قوي ورغبة أقوى، فضمها إلى صدره. الليدي جينيفر، أتقبلين أن تبقي زوجتي وأن تجددي ذلك الوعد الذي نطقت به أمام رالف في هذه الكنيسة وأمام قبر هذه السيدة التي شهدت لقاءنا الأول؟ نعم 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 يا ألان، وبكل فرح. والتقت شفاههما بحب وحنان، وتبددت كل المخاوف، وزال سوء التفاهم، ولن يفرق بينهما شيء بعد الآن.